شابتر 9 عنوانه عن وبيتكلم عن حاجتين: سيلز اند اوبريشنز بلاننج، تخطيط المبيعات والعمليات، ممكن بمعنى اخر ان احنا بنعمل بلاننج للسبلاي والديماند داخل السبلاي تشين. هنشوف الكلام ده ازاي بيتم بامثله توضح الامور. الاهداف التعليميه عندنا في الشابتر ده 3 اهداف. اول هدف هاو تو مانج سبلاي، بحيث ان احنا نعمل امبروف او امبروفينج لسينكرونايزيشن ان السبلاي تشين ان ذا فيس اوف بريدكتابل فاريابيلتي. احنا هنوضح الامور دي بعد كده، لكن البريدكتابل فاريابيلتي اللي هو التغير الطلب اللي ممكن يحصل بالنسبه للايه؟ للمنتج للبرودكت اللي او السيرفيس اللي احنا بنتعامل معاه. فهنتعلم هنا ازاي نعمل مانج للسبلاي. النقطه الثانيه هنعمل برضو ازاي، هنتعلم ازاي نعمل مانج للديماند اللي هو الجانب الاخر من المعادله. فاحنا عندنا في المعادله فيها جانبين، فيها سبلاي وفي ديماند. احنا بقدر الامكان عايزين نعمل ماتش ما بين الاثنين، توازن ما بين الاثنين، بحيث ان نصل الى ان السبلاي تشين يبقى ماتش مور بروفيتابل، مربح. فبنعمل توازن في الاثنين. نعمل توازن في الاثنين ازاي؟ هنشوف كل التفاصيل بعد شويه على النقاط دي. النقطه رقم 3 ان احنا هنستخدم، وهو ده الحل، ان احنا نستخدم السيلز والاوبريشنز بلاننج، واحيانا يدولها اختصار SOB، سيلز اند اوبريشنز بلاننج، عشان نعمل ماكسمايزيشن للبروفيتابيلتي واحنا بنواجه او بنقابل بريدكتابل فاريابيلتي في السبلاي تشين. الديماند بيحصل فيه تغير، والتغير ده احنا بنتنبأ بيه، فبريدكتابل او استيميتد من خلال الفوركاستنج. فاحيانا يكون الطلب متغير، طب السبلاي هيبقى شكله ايه؟ لازم نواجه الديماند ده بايه؟ بسبلاي برضه يبقى دايناميك مناسب للديماند اللي جاي والتوقع في التغير بتاعه. دول الـ3 عناصر الأساسية اللي هنتعلمهم النهاردة، الأهداف الأساسية من هذا الشابتر. نمشي واحدة واحدة كده ونقطة نقطة. هنتعلم هنا أول حاجة في السبلاي تشين إيه المقصود بالبريدكتابل فاريابيلتي. بريدكتابل فاريابيلتي معناها هو التغير في الطلب اللي ممكن نتنبأ بيه. تغير في طلب يمكن التنبؤ بيه. يعني احنا الجزئيه اللي هو الخاصه بيه الاستيميتد الفوركاستد، او في لان في بعض الاحيان بيبقى في جزء من الطلب لا يمكن التنبؤ بيه، وبالتالي بيبقى في نسبه خطا. عموما الطلب لا يمكن التنبؤ بيه بنسبه 100% يطلع صحيح، لكن في نسبه معقوله. البرودكتس اللي فيها النوع ده من التغير في الطلب لابد ان يكون هتقابلها مجموعه من المشاكل في السبلاي تشين. المشاكل دي بتتراوح من اول هاي ليفلز اوف ستوك اوتس ديورنج بيك ديماند بيريودز، يعني من اول الخطا او المخاطر دي او المشاكل دي تتراوح من مستوى عالي من ان الكم المخزن عندنا، يبقى عندنا ليفل اوف ستوك اوت عالي فين؟ في فترات الطلب العاليه اللي هو بيسموها البيك ديماند بيريودز، ان يكون عندك طلب عالي وفي نفس الوقت ما عندكش المنتج بكميه كافيه. ده بيعمل حاجه اسمها ستوك اوت او شورتش، عجز، يعمل عجز، وليها اضرار كتير واحنا عارفين بعضها. وهنتكلم على البعض الاخر. المشكله الثانيه ان انت هاي ليفلز اوف اكسس انفنتوري، يكون عندك مخزون كبير جدا او زياده عن الاحتياج اثناء او في فتره الطلب المنخفض. دي الحاله الثانيه، ممكن يكون عندنا طلب عالي وما عندناش كميه كافيه يحصل ستوك اوت. ممكن يكون عندنا الطلب منخفض وعندنا كميه كبيره مخزنه، ده يعمل ايه؟ اكسس انفنتوري. وما ادراك ما اكسس انفنتوري والمشاكل بتاعته والتكلفه بتاعته اللي هو بيؤثر بالسلب على السبلاي تشين ايه؟ بروفيت. هذه المشاكل في الغالب بتؤدي الى زياده في التكاليف. مش زيادة في التكاليف بس، زيادة في التكاليف معناها بالنسبة للغة السبلاي تشين انها ايه؟ لو افشنسي، الافشنسي قليلة، وكمان بتؤدي الى ديكريز في الريسبونسيفنس بتاع السبلاي تشين. ريسبونسيفنس اللي هي ايه؟ سرعة الاستجابة للديماند ده بالكميات المطلوبة بالجودة المطلوبة في الوقت المطلوب
في بالسرعة المطلوبة، كل ده تبع responsiveness، بالافيلابيلتي بتاعت المنتج، الفاريابيلتي بتاعت المنتج الى اخره في السبلاي تشين. فبتعمل مشاكل، كل المشاكل دي نتيجة ايه؟ نتيجة ان بيحصل تغير في الطلب. تغير في الطلب ده بيعمل مشاكل زي ما نشوف، ونوعية المشاكل قلناها من الى. طيب سبلاي والديماند مانجمنت، عملية ادارة السبلاي والديماند بتتم من خلال تخطيط بيسمى سيلز اند اوبريشنز بلاننج، وقلنا الاختصار بتاعه اس اند او بي، سبلاي اند ديماند مانجمنت، بيتم من خلال التخطيط ده، وهنشوف ازاي التخطيط ده بيتم ستيب باي ستيب. وده لما بنعمل العملية دي ده بيحسن من البرفورمانس بتاع المنتجات اللي عليها ايه؟ بريدكتابل فاريبل برودكتس، اللي هي فيها تغير او اختلافات من فترة لفترة. الهدف من البلاننج ده او السيلز اند اوبريشنز بلاننج هو ان احنا بشكل مناسب نعمل كومبايننج لتو اوبشنز. في تو اوبشنز المفروض ان احنا ايه هنستخدمهم، ما بنستخدمش كل واحد لوحده، بنعمل كومبايننج للاثنين في نفس الوقت، بحيث ان احنا نشوف ازاي هنتعامل مع البريدكتابل فاريابيلتي في الديماند، اللي هو التغير في الطلب ايه المتوقع او الذي يمكن التنبؤ به. ايه الاوبشنز دول اللي عندنا؟ في عندنا تو اوبشنز عشان نواجه التغير في الطلب. البديل الاول هو ان احنا نعمل مانج للسبلاي. ازاي هنعمل مانج للسبلاي؟ باختصار نزود الكباستي او نحسن الكباستي، نغير الكباستي، الانفنتوري من خلال الانفنتوري، من خلال السب كونتراكتنج، من خلال الباك لوجز. وكل المصطلحات دي احنا اتكلمنا عنها في شابتر الاجريجيت بلاننج، والنهارده برضو هنتكلم عنها تاني لانها مهمه وهتخش معانا في الموضوع ده. اول اوبشن. الاوبشن الثاني ان انا اقدر اعمل او بحتاج اعمل مانج للديماند، يعني مش بعمل مانج للسبلاي بس، بان انا اشوف ايه الطرق اللي انا ازود بيها السبلاي بتاعي لو كان عندي طلب كبير. لا، كمان محتاج اعمل مانج للديماند. يعني ايه مانج للديماند؟ ان انا اغير فترات الطلب، ان انا فتره ما فيهاش طلب ان انا ازاي ازود الطلب فيها واسحبها، واسحب كميه الطلب من فترات اللي هي البيك بيريودز. فبستخدم اساليب زي شورت تيرم برايس ديسكاونتس اند بروموشنز، ان انا بعمل تخفيضات كنوع من الدعايه في فترات قصيره، يعني لمده مثلا شهر، لمده يومين، لمده ثلاثه، على حسب السبلاي تشين نفسه. فدول التو اوبشنز اللي احنا ممكن نستخدمهم مع بعض في واحنا بنعمل تخطيط للسيلز اند اوبريشنز بلاننج. طيب تعالى ندي مثال عشان نحاول نفهم المشكله اكتر، نقرب من المشكله شويه. يا ترى ايه الاساليب اللي ممكن نواجه بيها سيزونال ديماند لما يكون عندنا طلب موسمي؟ يعني في فترات عاليه جدا في بعض الاشهر، في فترات الطلب منخفض. ودي المشكله اللي احنا هنعرضها دلوقتي قدام حضراتكم، دي مشكله حقيقيه فعليه. جون دير ده مانيفاكتشرر لاجريكالتشرال اكويبمنت، بيعمل المعدات الخاصه باي حاجه ليها علاقه بالايه؟ بالزراعه، كل حاجه، شركه ضخمه جدا. هو ده المانيفاكتشرر، الصانع. ايه المشكله بتاعته؟ هو عنده بيصنع حاجات زي كله متعلق بالزراعه، زي اللي موجود عندنا في الرسمه اللي على الشمال دي، بلانتنج اكويبمنت، اللي هي المعدات الخاصه بالزراعه، ان انت تزرع، تبدا تعمل تسوي الارض وتحط البذور الى اخره. وفي معدات تانية اسمها هارفسترز اكويبمنت، اللي هي المعدات اللي هي مقصود اللي بتستخدم في الحصاد. اوكي، وهو عنده فرايتي كبيره جدا من المنتجات بتاعته. لكن احنا بندي هنا ايه مثالين للمنتجات بتاعت الشركه. الديماند بالنسبه للبلانترز اللي هو اللي على الشمال ده، ماله؟ از سيزونال، موسمي. وهو ده اللي هناخده كمثال، هناخد المنتج ده كمثال. اقصى فتره، وهو طبعا في الولايات المتحده الامريكيه، وموسمي في فتره زراعه الكورن، الذره، في شهر مارس ومايو، مارش اند ماي، ده اكتر فترتين فيهم طلب على الايه؟
على البلانتنج اكويبمنت. جون دير يجب انها تخطط ازاي تتعامل مع السيزونال ديماند ده بحيث انها تعظم تعمل ماكسمايزيشن للبروفيت بتاعتها، او بشكل اخر نقول انها تعمل مينيمايزيشن للايه للكوست. الاثنين نفس المعنى. اوكي، يبقى دي باختصار شديد هو ايه المشكله. احنا لسه ما عرضناش هو ايه الاساليب مواجهه المشكله. المشكله ان احنا عندنا صانع لمعدات معينه، احد المعدات الطلب بتاعها طلب موسمي في شهر كذا وكذا، والشركه عايزه تعمل بلان ازاي تواجه الطلب الموسمي ده، هتتعامل معاه ازاي بحيث انها تحقق ايه اعلى ارباح، اقصى ارباح ممكنه. الاسلوب الاول، هو في اكتر من اسلوب، اعتقد ان هم ثلاثه دول بدائل، يعني ممكن حضرتك تفكر في اساليب اخرى. الاسلوب الاولاني اللي الشركه فكرت فيه عشان تواجه الطلب الموسمي ده انها يكون عندها مانيفاكتشرنج كاباسيتي كافيه، عندها قدره تصنيعيه انتاجيه كافيه تكفي الطلب ده، تكفي الطلب في البيك بيريودز، مش بنتكلم على اي فتره، نشوف اقصى فتره مطلوب فيها قد ايه، مارس ومايو، ويخلي ويصمم المصنع بتاعه بحيث ان هو ايه مصنع وكل الفاسيلتيز الاخرى، مش بنتكلم على الكباسيتي بتاع التصنيع بس، هنا البديل ده بيتكلم عن مانيفاكتشرنج فقط، التصنيع قدراته الذاتيه فقط، ان هو يظبطها بحيث انها تبقى انف. طيب ليه كل بديل وكل اسلوب هيبقى ليه مزايا وعيوبه. ايه المزايا في الاسلوب ده؟ ان جون دير مش هيحتاج ان هو يشيل في المخازن، لان هو عنده قدره انه شهر 3 مثلا مطلوب منه 1000 قطعه، فبينتج ال 1000 قطعه في نفس الشهر وتتباع في نفس الشهر لانها مطلوبه في الشهر ده وهكذا. الحاله دي في الاسلوب ده الميزه انه هيوفر تكلفه التخزين، تكلفه التخزين هتبقى له لان مفيش انفنتوري هيتحول من فتره لفتره، هتبقى اقل ما يمكن. العيب ان هو محتاج عشان يزود الكباستي، الكباستي دي مش ببلاش، دي اكسبنسيف كباستي، والاكسبنسيف كباستي دي في بعض الفترات هتبقى غير مستغله غير مستخدمه. ايه الفترات دي؟ لما يكون الطلب قليل، بالتالي عندك قدرات تصنيعيه مش غير مستخدمه. احنا ده اول اسلوب عندنا في كيفيه مواجهه السيزونال ديماند، وقلنا هنا المزايا والعيوب. تعال نشوف اسلوب تاني ممكن نستخدمه او تستخدمه شكل. انها تبني المخزون بتاعها، يبقى عندها فترات اللي هي الاوف سيزون انها تبدا تكون المخزون، تبدا تنتج بكميات معقوله وتخزنها برغم انها ملهاش طلب، بحيث انها تستخدمها في الايه في البيك مانثس، الاشهر الايه اللي فيها طلب عالي او زياده شويه عن الاشهر السابقه او التاليه. الميزه هنا في الاسلوب ده ان دير can get by with a lower capacity، ممكن تصل الى كباسي قليله مفيش مشكله، لان هو في فتره من الفترات بيبقى عنده مخزون بيستخدمه نتيجه الليس اكسبنسيف فاكتوري، المصنع اللي عامله امكانياته والكباسي بتاعته قليله. اوكي، ده ميزه من المزايا، لان هو هيبقى مركون على ان ايه ان في مخزون هيستخدمه يغطي الطلب الزياده. الديس ادفانتجز اللي هو العيب بقى في الموضوع ده او الاسلوب ده، ان الهاي انفنتوري كارينج كوست هتبقى عاليه، ده بيضيف للايه تكلفه للتكاليف اللي ايه لهذا البديل. فزي ما شفنا كده في هو ده مصطلح تريد اوف، موازنه، لو زودت كذا بكذا بيقل، لو كذا قللته كذا بيزيد. الاسلوب الثالث اللي ممكن يستخدمه، هو لسه مش عارف يستخدم ايه لغايه دلوقتي، هو بيعرض علينا بدائل اللي بيها ايه يفتح معانا الموضوع. الاسلوب الثالث ان الشركه هتشتغل مع بالتعاون مع الريتيل بارتنر بتاعها. الريتيل بارتنر، ما انت حضرتك عارف ان الشركه دي عباره عن مانيفاكتشر، مصنع، الريتيل بيدي المنتج بتاعه للريتيلر، الريتيلر بيديه للايه بيديه بعد كده بيوصله للكاستمر عشان يستخدمه او يقتنيه. فهيعمل ايه؟ هيشتغل مع الريتيل بارتنر بتاعه، الناس اللي هم شغالين في الريتيل، ان هو يوفر لهم، يعملوا اوفر للبرايس، برايس بروموشن، يخفضوا، يعملوا ترويج بالاسعار، اسعار الترويج الموجه للمزارعين طبعا،
before the peak months، قبل البيك months كده ما تخش في الفترات اللي فيها طلب قليل، يبدأ يعمل بروموشن، يبدأ يعمل تخفيض في الأسعار اللي بيها الناس اللي هي المفترض هتشتري في الفترات البيك بيريودز، يبدأ يشتري في الفترات اللي هي ايه low demand periods. وكلنا كده، ده طبع بشري. لو انت مخطط ان انت تشتري حاجة في شهر وليكن احنا في شهر كام دلوقتي، شهر 4، مخطط تشتري حاجة في شهر 7، فممكن تقدم الشراء بتاعك في ان انت لو لقيت سعر كويس دلوقتي، حتى لو الحاجة مش هتستخدمها دلوقتي، ده بيخليك ان انت تقتني او استهلاكاتك تزيد، تشتريها دلوقتي عشان ايه؟ عشان سعرها مناسب بالنسبة لك وفي توفير بالنسبة لك. الميزة في البروموشن ده بيعمل شيفت للبيك ديماند للمنتج ده فورورد انتو سلو بيريودز للقدام، يعني بدل ما هو الطلب كان موجود في شهر 5 للمنتج هيبقى في شهر 3، حتى بيسموه باي فورورد اللي هو الطلب الايه للامام، ان انت تقدم فترات الطلب. وبالتالي بتعمل كده بتقلل الخطورة او درجة المخاطرة بتاعت السيزونال ديماند، بتحاول توزعها بالقدر الامكان على مدار الايه فترة التخطيط، وليكن مثلا 6 فترات او 6 اشهر، بدل ما يكون في الطلب طالع نازل بشدة، لا بنحاول نعمل ليفلنج للديماند باستخدام البروموشن او البرايس بروموشن. ده البديل ده من ضمن البدائل اللي هي مش مكلفة. Is this expensive to supply؟ عملية مش مكلفة بالنسبة لك قوي، is less expensive. طيب يا ترى ايه المشكلة اللي بتواجه الراجل ده؟ الراجل ده بتواجهه مشكلة انه عايز يستخدم السيلز اند اوبريشنز بلاننج بروسيس اللي قلنا بنكلمنا عنها انها عملية مكونة من سيلز واوبريشن، وبنعمل بلاننج وهنشوف التفاصيل لسه بتاعتها، بحيث ان هو يقرر ايه البديل اللي يستخدمه عشان يعمل ماكسمايزيشن للبروفيت بتاعته، اتس بروفيت او اتس بروفيتابيلتي الربحيه بتاعته، يعمل ايه الخطوات بتاعتها. وهنا الجراف ده بشكل مبسط بيوضح ايه مكونات، ادي الديماند بلاننج، ادي السبلاي بلاننج، ادي انفنتوري بلاننج. يعني احنا في الموضوع بتاع السيلز اند اوبريشنز بلاننج بنشتغل في كل الحاجات دي، وكمان بنحتاج ان احنا نشتغل في كل كان في السيلز، كمان في السيلز، ودي كل العمليات او كل العناصر اللي بتؤثر فيها السيلز اند اوبريشنز بلاننج. يعني السيلز اوبريشنز بلاننج بتاثر في كل الحاجات دي، بتاثر على السيلز ليفل، ديستريبيوشن، الوركينج كابيتال، الفيندور بروجرامز، بروجرام مانجمنت، بروجكت مانجمنت، كاباسيتي بلاننج الى اخره، سبلاي تشين مانجمنت، بتؤثر على كل العمليات دي، ليها تاثير على كل، بيتاثر على الماستر برودكشن سكيدول بتاع الشركه، الفويس اوف ذا كاستمر، كل الكلام ده بيتاثر بيه السيلز اند اوبريشنز بلاننج. وهنوضح حاجه حاجه ان شاء الله. في الغالب هنيجي نتكلم بقى شويه على السيلز والاوبريشنز بلاننج ونفصصها بقى شويه، نفصصهم من بعض، سيلز بلاننج وبرودكشن بلاننج اوبريشنز بلاننج. هنعمل ايه غالبا، وده اللي بيحصل في كل الشركات، ان التاسك بتاعت السبلاي والديماند مانجمنت هم وظيفتين مختلفتين. يعني عشان تعمل سبلاي مانجمنت دي فانكشن داخل المؤسسه، عشان تعمل ديماند مانجمنت دي فانكشن اخرى داخل المؤسسه، وفي الغالب بيبقوا سيبريت. اللي مسؤول عن مانجينج ديماند هم بتوع السيل، طلب ادارته مسؤوليه السيلز بتوع المبيعات، بينما السبلاي دي مسؤوليه ايه؟ مسؤوليه الاوبريشنز. طيب تعالى نيجي على مستوى اعلى بقى، مش مستوى الشركات، مستوى اعلى، مستوى سبلاي تشين. هنجد ان الريتيلر الراجل اللي بيبيع بيعمل مانجنج للديماند باستقلاليه عن الفاكتشررز اللي بيعملوا مانجنج للسبلاي. يعني في السبلاي تشين اللي بيتم برضه بيتم بطريقه خاطئه، اللي هو ايه؟ ان الريتيلر بيقوم بوظيفه المانجنج ديماند، والمانيفاكتشر الصانع الراجل اللي بيقوم بعمليه التصنيع او الانتاج او اداء الخدمه هو اللي بيعمل مانجنج للسبلاي. لكن هل ده صحيح؟ لا، لكن ده واقع في بعض الشركات. سبلاي تشين بارتنرز اللي هم كل الناس اللي موجودين في السبلاي تشين، سبلاير، ريتيلر، مانيفاكتشر، ديستريبيوتر، كاستمر، كل الناس دي ماست ورك توجذر
فين بقى يشتغلوا مع بعض في ثاني حته across functions and enterprises to coordinate بحيث ان يعملوا تناسق او تنسيق او integration للقرارات اللي بتتاخد في السبلاي اند اوبريشن بلاننج، بحيث ان احنا نعمل ايه ماكسمايزيشن للبروفيت. يبقى في تنسيق كامل ما بين الريتيلر والمانيفاكتشرنج، واحنا بنعمل عمليه الديماند مانجنج والسبلاي مانجنج. هنشوف الكلام ده ازاي يتم بمثال حي ان شاء الله. فدي قلنا ايه، عرضنا مشكله، عرضنا ايه الابروتشز المختلفه اللي ممكن نستخدمها، وقلنا لازم يكون في ايه، في انتجريشن ما بين ستيجز في السبلاي تشين او داخل نفس الكمباني او الانتربرايز. دي كانت مقدمه. النقطه اللي هنقولها النهارده او دلوقتي هي هنتكلم عن جزئيتين، مانجنج للسبلاي في البدايه وهنشوف ازاي، وهنتكلم عن مانجنج للديماند بمزيد من التفاصيل، وبعد كده في النقطه رقم 3 هنتكلم عن تطبيق عملي للكلام ده، ازاي ده بيتم مانجنج للسبلاي وايه الاساليب المختلفه اللي عندنا. فيرم ممكن تغير السبلاي بتاع المنتج بتاعها بانها تعمل كنترول على نوعين من الفاكتورز، كومباينيشن كنترولينج اي كومباينيشن. كومباينيشن يعني حاجه مش حاجه واحده، ده الاثنين مع بعض، برودكشن كاباسيتي والانفنتوري، مزيج من برودكشن كاباسيتي والانفنتوري مع بعض عشان يعمل مانج للسبلاي، فبيعمل كنترول على البرودكشن كاباسيتي والانفنتوري، ولسه هنتكلم بالتفاصيل. برودكشن كاباسيتي في الشركه اللي احنا بنتكلم عنها اهي في اليسار اهي برودكشن كاباسيتي، وهنا ايه الانفنتوري، يعني اشتغل على الجزئيه دي، انتاجه يبقى شكله ايه وقد ايه، وفي نفس الوقت المخزون اللي عنده شكله ايه. كل الهدف في النهايه ايه؟ ان احنا نعمل ماتش للسبلاي والديماند، ان هما الاثنين يكونوا ايكوال بقدر الامكان، او الفاريبيليتي في الديماند تكون اقل ما يمكن، اوكي، عشان نقدر نواجهها في السبلاي. مانجنج للسبلاي في برودكشن كاباسيتي وانفنتوري، اوكي. طيب تعالى نتكلم على المانجنج كاباسيتي وايه الاساليب اللي ممكن نعملها، وبعد شويه هنتكلم على المانجنج انفنتوري وايه الاساليب اللي ممكن نعملها، وبكده نكون غطينا كل الاساليب اللي ممكن نعملها في المانجنج سبلاي. مانجنج سبلاي من ضمن الحاجات اللي ممكن نستخدمها تخدم التايم فليكسيبيليتي اللي موجوده، اذا كنا نقدر، يعني دي كل دي اوبشنز. ورك فورس يعني ايه الكلام ده؟ الشركه ممكن تكون بتشغل الناس ورديه واحده، ايه اللي يمنع انها تشتغل ورديتين؟ ايه اللي يمنع انها تشتغل في بعض الفترات ايام وايام لا؟ ايه اللي يمنع انها تشتغل اوفر تايم؟ ايه اللي يمنع ان احنا يكون عندنا عماله بار تايم؟ كل ده بيؤثر، بيغير الكباس بالنسبه للديماند. لو كان في مرونه في الورك فورس او التايم بتاع الورك فورس اللي عندنا يبقى شيء جميل قوي، ان انا يكون عندي مثلا مرونه في الفترات اللي ما فيهاش طلب او طلب قليل، نبدا ايه ما نشتغلش طول الوقت، بدل ما نشتغل 6 ساعات 8 ساعات نشتغل 6 4 بس، ونيجي في فترات ثانيه نشتغل فترات اطول 10 ساعات لما يكون الطلب بيك بيريودز. ده اول بديل في ان انا ازود او احسن الكباسيتي. البديل الثاني، وطبعا احنا هنقول في الاخر ان الكومباينيشن من الكلام ده هو اللي بيشتغل معانا، مش بنعتمد على واحد ونسيب واحد، لكن هدفنا في الاخر ان احنا نعمل ايه ماكسمايزيشن للبروفيت في ظل ان احنا نواجه الطلب، البي الطلب اللي عندي وحقق ارباح اعلى ارباح، مش البي الطلب باي طريقه باي ثمن لا. البديل الثاني ان انا استخدم سيزونال ورك فورس، عماله موسميه، والعماله الموسميه دي موجوده في اماكن كتيره وفي صناعات كتيره وخدمات كتير. يعني من ضمن العماله الموسميه ان انا ناس شغاله في مجال السياحه، عماله موسميه لما يكون داخل مثلا المولات تعين بعض الناس تشتغل فتره السيزون بس في الاعياد فقط او فتره السيزون. الشركه ممكن تعين بعض الناس الورك فورس المؤقتين في فتره ايه؟ فتره البيك سيزون، بحيث انها تزود الكباسيتي بتاعتها وتعمل ماتش للديماند. طيب ممكن نعمل ايه تاني؟ بديل تالت، الشركه ممكن تستخدم نوعين من الفاسيلتيز، نوع من الفاسيلتي بيسموها سبيشاليزد فاسيلتيز، ونوع تاني بيسموها فليكسبل فاسيلتيز. سبيشاليزد فاسيلتيز يعني معدات متخصصه بتدي كميات كبيره وستيبل من المنتجات خلال فتره زمنيه محدده باقل تكلفه، اللي هي اللاين برودكشن مثلا، دي سبيشاليزد فاسيلتيز، معدات مختصه بانتاج منتج معين او منتجين مثلا. في بعض ما نقدرش نغير الفوليوم بتاع الانتاج او نغير نعمل تنوع للمنتجات في النوع ده من الفاسيلتيز او المنشات او الماكينات. النوع الثاني اللي هو الفليكسبل مانيفاكتشرنج سيستمز او الفليكسبل فاسيلتيز، دي بتنتج فوليومز مختلفه من المنتجات وفرايتي من المنتجات مختلفه، لكن مشكلتها انها بتكلفه اعلى.
فهو هنا بيقترح ان احنا نستخدم دول فاسيلتس، نستخدم الاثنين، زوج الاثنين دول، ما يبقاش معتمد على ده بس او ده بس، لان ده في وقت ليه احتياجه وده لا وقت تاني ليه احتياجه. البديل الرابع في المانجنج كاباسيتي هو نستخدم او اعتمد على السب كونتراكتنج، اعمل اوت سورسنج لاحد الاجزاء عندي او احد المنتجات بحيث اخر يعمله لي في الفترات عشان نلبي احتياجات الفتره الايه بيك. وبالتالي ده بيحاول هنا بيحاول يحافظ على ايه، بيحافظ على الانترنال برودكشن بتاعه يظل ليفل، ما يتغيرش مع الايه مع الوقت من فتره لفتره انه يتغير في كم الانتاج بتاع المصنع بتاعه. فبيعتمد على اوت سورس في ان هو ايه الكميه الزياده في الطلب هو ايه يعملها له اللي هو السب كونتراكتورز. البديل الخامس في المانجنج كاباسيتي هو ان احنا نعمل ديزايننج برودكت فليكسيبيليتي، يعني يبقى في مرونه في المنتج نفسه. بمعنى ايه؟ ان نفس خط البرودكشن بروسيسز ممكن تصلح لانتاج اكتر من منتج في نفس الوقت، بيسموه فليكسيبل برودكشن لاينز. خط الانتاج ممكن يتغير مع الوقت بمعدلات انتاج سهل انها تتغير بحيث ان احنا نزود الانتاج او نقلله على حسب ايه، على حسب الديماند. وده بيبقى ايه، بيبقى خاص في ديزايننج برودكت، في تصميم المنتج، يبقى في مرونه في خط الانتاج نفسه. طيب ده الجزء الاولاني والاوبشنز الخاصه ب المانجنج كاباسيتي. الجزء الثاني مانجنج انفنتوري، ازاي تعمل مانجنج للانفنتوري. من ضمن الحاجات في هنا حاجتين وانت بتعمل مانجنج للانفنتوري، ان انت تستخدم كومون كومبوننتس، مكونات مشتركه بين اكتر من منتج. بمعنى ان انت يكون عندك بتنتج مثلا ثلاث انواع من السيارات او ثلاث انواع من الموبايلات الجوالات، فهنا من الذكاء ان انت تعمل في التصميم كومون كومبوننتس، قطع مشتركه او اجزاء مشتركه ما بين المنتجات وبعضها، تحس ان انت عندك طلب زياده على احد المنتجات والطلب على المنتجين الاخرين قليل، وبالتالي تقدر هنا تستخدم الكومون كومبوننت في ايه تلبيه الطلب الزياده ده، يعني مش هيخسر. غير ان انت تكون عامل شويه مواتير هنا وشويه هنا وشويه هنا ومحتاج انك تخزن من الثلاثه، لا هنا بتخزن كانك بتخزن نوع موتور واحد اللي هو يصلح لكل، ليه مش لكل، لبعض الانواع من السيارات اللي عندك. فمن ضمن اداره المخزون ان انت تستخدم كومن كومبوننتس ما بين مالتيبل برودكت، وبالتالي دي بتيجي في مرحله التصميم، لان في الاخر كده التوتال ديماند من هذه الكومبوننت الى حد ما تيبل. لو زاد الطلب على سياره معينه فبيزيد الطلب على الموتور، الموتور ده مشترك ما بين الثلاثه مفيش مشكله، وبالتالي هيكون عندنا ايه، عندنا كم كافي من الاجزاء اللي ايه تلبي التغير في الطلب ده. البديل الثاني في المانجنج انفنتوري ان انا ابني، بالمناسبه على فكره الموضوع مش نظري فقط، يعني احنا دي البدايه المدخل، لكن بعد كده نشوف ارقام ونشوف الموضوع ده بيتم ازاي ونحس بالموضوع اكتر بالارقام. build inventory of high demand or predictable demand products، يعني المنتجات اللي هي عليها طلب كبير بكون فيها مخزون. يبقى الشركه في الحاله دي بيكون عندها طبعا طلب زياده في الايه خلال فترات البيك، وبتحاول انها تستخدمها في المخزون اللي عندها يستخدم في ايه في الفترات الاخرى اللي هي البريدكتابل ديماند. وبيتم انتاجها امتى؟ بيتم انتاجها اثناء الاوف سيزون. production of more uncertain items should take place، وطبعا الحاجات اللي هي ما فيهاش تاكد قوي عمليه انتاجها ما ينفعش ان احنا ننتج ونخزنها، لابد انها تخز تم انتاجها اقرب ما يكون للسيزون بتاع البيع، لان الطلب عليها غير مؤكد. يعني احنا مش بنخزن اي منتج وخلاص، لا بنخزن المنتجات اللي عليها طلب ثابت ومتوقع نقدر نتنبأ بيه ونخزنه ونحطه ايه ونعمل الكلام ده اوف سيزون ونستخدمه في الايه في البيك بيريود. لكن الفترات اللي هي بالنسبه للمنتجات الاخرى اللي هي الانسرتن ايتمز، اجزاء ومنتجات وبضايع لا يتم انتاجها بسبب ان ما عليهاش طلب مؤكد، هي انسرتن، وبالتالي لا يمكن ان احنا نعمل الموضوع ده او انتاجها يتم الا كلوزر تو ذا سيلينج سيزون، لما يكون الطلب خلاص بدا يبقى ايه اوضح شويه. هنعمل انفنتوري ولا كاباسيتي؟ هنزود ده ولا نزود ده؟ نشتغل على الكاباسيتي ولا نشتغل على الانفنتوري؟ احنا قلنا هنا ايه تريد اوف. الليفلنج كاباسيتي، لو انا استخدمت ليفل كاباسيتي، والمصطلح ده خدناه قبل كده اللي هو ليفل استراتيجي، ان انا انتاجي ثابت طول الفترات
يعني لو هنتج 1000 قطعة لمدة 6 شهور، ف1000 الشهر ده 1000 لمدة 6 شهور، ده بيسموه الليفلنج كاباسيتي او الليفل. ده غصب عننا بيبدأ يتكون مخزون. المخزون ده بيتم استخدامه امتى؟ في السيزونال بيريود او التغيرات الموسميه اللي بتحصل. يعني ممكن ننتج النهارده 1000، مش محتاجين غير 800 فيتبقى 200. بكره الشهر اللي بعديه بننتج 1000 برضه، مش محتاجين غير 600 يتبقى 400 زائد اللي موجود، فيبدأ يكون مخزون اللي بيها فتره من الفترات. الفتره الثالثه مثلا مطلوب 1200 واحنا بننتج 1000 بس، فياخد من الانتاج الحالي وياخد من ايه؟ من المخزن وهكذا. المهم في النهايه ما يبقاش عندنا مخزون الا اذا اشترط علينا في المساله او في كونسترين ان يبقى في المخازن مثلا 500 قطعه في نهايه الفتره كذا، فدي لازم نكون عاملين حساب. فدي اول حاجه، فالليفلنج كاباسيتي طبيعي بيعمل مخزون. في نوع تاني من الكاباسيتي تشيس استراتيجي، الاسلوب ده اللي هو ان انا مخلي الكاباسيتي تتغير على حسب الطلب. مطلوب مني الشهر ده 800، الكاباسيتي بتبقى 800. مطلوب مني الشهر ده 600، الكاباسيتي بتبقى 600. مطلوب مني الشهر ده 1200، الكاباسيتي بتبقى 1200. فهنا ما بيبقاش في مخزون لان الانتاج بيغطي المطلوب في كل الفترات. كارينج لو ليفلز اوف انفنتوري، عكس الايه؟ عكس الاسلوب اللي فات. يبقى الليفل كاباسيتي في انفنتوري عشان نلبي احتياجات، هو مش حاطين مخزون عشان نخزنه، لا عشان نلبي احتياجات الفترات الاخرى. او ان انت تخلي الكاباسيتي بتاعتك ادابتيف مع الديماند، يعني ماشيه بسوى الديماند، تتغير مع الديماند او بتغير من فتره لفتره، مش ثابته، مش ليفلنج يعني، وبالتالي كم المخزون بيبقى قليل. طبيعي يبقى على حسب انت استخدامك اي استراتيجيه، وبالتالي هيبقى في مخزون ولا مفيش مخزون. وممكن تعمل ميكس ما بين الاثنين زي ما قلنا في ميكسد استراتيجي. ده بالنسبه لايه؟ ازاي تعمل بلاننج للسبلاي. النقطه الثانيه من الموضوع كيف ان انت تعمل مانج للديماند. مانج للديماند قلنا مين المسؤول عن المانج للديماند؟ هم بتوع السيل المبيعات. مين المسؤول عن المانج للسبلاي؟ الناس بتوع المانيفاكتشرنج. السبلاي تشين ممكن ياثر على الديماند باستخدام عنصر السعر البرايسنج او عناصر واشكال اخرى من اشكال الترويج. اعمل ترويج او رواج للمنتج باشكال كتير، من ضمن الحاجات برايسنج. ولو انت شفت احيانا يعملوا يقول لك ايه باي 1 جيت 1 فري، ده نوع من تخفيض السعر، عايز يبيع كتير بنفس المبلغ ما عندوش مشكله، كل ده محسوب معمول حسابه، وعايز يشغل المصنع، عليه طلب هيكون عليه طلب في فترات معينه، عايز يخف الطلب ده مش هيقدر يلبيه ساعتها، فيحاول يدفع الناس، يشد الناس للمول بحيث انها ايه؟ انها استهلاكها يزيد. البروموشن معروف ايا كان شكله بيزود الكونسامشن بتاع الكاستمر. تعال ناخد مثال، شركه اللي احنا قلنا عندها مشكله جون دير بتاعت المعدات الزراعيه، بتعمل ديسكاونت للمزارعين اللي هم بيقبلوا ان هم يتملكوا اللي هو المعدات بتاع الزراعه دي بلانتر خلال فتره الاوف سيزون. هم مش محتاجينه دلوقتي لكن هم موافقين ان هم يشتروه دلوقتي وهيستخدموه في الفتره ايه؟ في الفتره اللاحقه بسبب الديسكاونت اللي ممكن توفره الشركه دي. والشركه عندها سياسه كل لما تبعد عن البيك بيريود الفارمر بيعمل بليس للاوردر، ممكن يعمل بليس للاوردر في البيك بيريود دي ما لهاش اي خصومات. طيب قبلها بشهر، قبلها بشهرين، قبلها بثلاثه، كل لما بعدنا عن فتره البيك بيريود في الطلب ان المزارع يطلب، كل لما كان الشركة بتوفر له ديسكاونت اعلى. يعني تقول له مثلا لو ايه البيك بيريد مثلا شهر 4، تقول له مثلا لو اشتريت مني الكلام ده في شهر 12 هبعه لك ب 100 جنيه، لو هتشتريه في شهر 1 هبعه لك ب 120 جنيه. لو انت اشتريت كل ده فيه خصومات، ده ديسكاونت لان هو ثمنه اساسا ب 200 في الموسم، ب 200 او 350. فكل لما بعد كاستمر بالطلب بتاعه عن فترة الموسم، كل ما كان الشركة دي بالتحديد يعني بتعمل ايه؟ بتعمل لهم اوفرز، عروض. الهدف من الموضوع ده كله احنا مش هدفه انه يخسر لانه ما بيخسرش في الاخر، بس هامش الربح هو اللي بيتحرك شوية، بيقل شوية لكن ما بيكسبش نفس المبلغ، لكن بيكسب. الهدف انه يعمل موف للديماند من البيك بيريودز للاوف بيك بيريودز، وبالتالي يقلل الفاريابيليتي. طلب طالع نازل طالع نازل كده؟ لا، قدر الامكان يبقى ستيبل. مهم جدا ان احنا برضه نفهم
يا ترى ايه تأثير البروموشنز على الديماند؟ ازاي بيأثر على الديماند؟ هل احنا لسه قايلين ومؤكد هيحصل تأثير، بس ازاي؟ عايزين نحسها نفهمها. ويا ترى التوقيت بتاع البروموشن مهم؟ يعني نعمل بروموشن اثناء البيك بيريود البيك ديماند، لما يكون عندنا طلب عالي نبدأ نعمل نبدأ ننزل اسعارنا، نعمل خصومات، ولما يكون الطلب منخفض نعمل خصومات؟ ايهما افضل للشركة؟ ده بديل وده بديل، وهنشوف بدائل كتير، يمكن مش عايز اقول 10 بدائل هنشوفهم وايه تأثيرهم على موضوع السبلاي والديماند، مانجنج للديماند باستخدام البروموشن. فممكن ايه اللي يحصل مع البروموشن؟ الديماند هيزيد، لكن هيأثر عليه 3 عوامل. العامل الاولاني اللي بيؤثر في زيادة الطلب الماركت جروث، يحصل زيادة او نمو في السوق. يعني ايه نمو في السوق؟ يعني الكعكة اللي احنا كنا بنتقاسمها انا والكمبيوتورز بتوعي هتزيد شوية، هتكبر شوية. يعني ممكن يكون نيو كاستمر او اكزيستنج كاستمر يشتروا اكتر، ده اللي بيسموه ماركت جروث. ففي الحالة دي بيحصل زيادة في المبيعات مع زيادة في حجم السوق، الماركت سايز، ده بيسموه ماركت جروث، نمو السوق. وفي بيزيد الكونسومشن زي ما قلنا بتاع نيو والاكسيستنج كاستمر. وهنا مثال شركة تويوتا لما اعلنت تويوتا كامري اتراكتنج بايرز هو وير كونسيدرينج لاور اند موديل، عملت حبت تجذب الكاستمر، ليه عملت اوفر انها تجذب الناس للايه للكامري، وفي نفس الوقت ايه زودت مبيعاتها من كل المنتجات مش الكامري بس. ستيلينج شير بيسموها سرقة السهم او نصيبك او حصتك في السوق. يعني يكون مثلا عندي شركة تويوتا وشركة هوندا، دول شركتين بينافسوا بعض. شركة تويوتا ممكن تعمل اوفر لسيارات الكامري بحيث ان الكاستمر يشتري الكامري بدل الهوندا، كده دي بيسموها ان انا باخد حصته في السوق، يبقى بأثر على نصيبه من بيع السيارات بتاعته وباخد انا لصالحي. في الحالة دي المبيعات بتاعت الشركة بتاعتي هتزيد، increase the sales بتاعت تويوتا، لكن نفس حجم الطلب على السيارات ما زادش، بيسموه سيم ماركت سايز برضو، الكعكة اللي احنا بنقسمها هي بس النصيب بتاعي زاد. اللي فاتت كان الكعكة بالكامل زادت وبالتالي نصيبي زاد كشركة، بتكلم على تويوتا دلوقتي. فورورد باينج، يعني ايه فورورد باينج؟ ان انا اشتري، يعني في حاجة انا محتاج اشتري جوال، الجوال ده هو موجود في السوق وانا مخطط، يعني انا اشتري لبنتي او ابني، انا بفكر ان انا اشتريه بعد ما تطلع النتيجة بتاعته وينجح ان شاء الله في الجامعة او في ينجح في اي حاجة كمكافأة. تخيل انت بقى رحت وانت ماشي كده في الرياض او في مكة وجدت ان في مكتبة جرير، دخلت فوجئت ان الجوال اللي انت هتجيبه لابنك او اللي هو عايزه عليه سيل كبير قوي، اكيد هتشجع انك تشتريه دلوقتي بسبب البروموشن ده. وبالتالي يعني هل معنى كده ان انت برضو في شهر لما ينجح هتجيب له حاجة تاني؟ لا، ولا هتجيب له الجوال تاني؟ لا، هو فكرة تحرك، بدل ما كنت بتشتريه في وقت معين اشتريته في وقت تاني، عشان كده بيسموه فورورد باينج. هي نفس السيلز ونفس حجم السوق، لكن كل الاختلاف التوقيت هو اللي اختلف. وكمثال هنا فورورد باينج doesn't increase تويوتا السيلز، هي ما غيرتش من مبيعات تويوتا من السيارات بصفة عامة او السيارات بتاعتها، لا، بدل ما هو الراجل كان هيشتري تويوتا اللي عندي شركة تويوتا في التوقيت ده اشتريته في توقيت تاني بدري شوية، بدري شهرين، لكن حجم المبيعات بالنسبة له في تويوتا ظل زي ما هو، وحجم في السوق برضو ظل زي ما هو، خد نفس النسبة. اوكي، بالنسبة للسيارات الصغيرة ده بالنسبة لإيه العوامل المؤثرة في زيادة طلب على منتج مع وجود بروموشن. عملية إدارة الطلب في مجموعة من العوامل بتؤثر في توقيت متى نعمل بروموشن. فمن ضمن العوامل تأثير البروموشن على الديماند تكلفة الهولدينج كوست أو الهولدينج انفنتوري كوست، تكلفة الاحتفاظ بمخزون، تكلفة تغيير الليفل اوف كاباسيتي هتبقى تكلفة شكلها ايه، تكلفة او البرودكت مارجنز ربحية المنتج ايضا بتؤثر على تايمينج اوف بروموشن. وهنلخص الكلام ده كله في الاخر ان شاء الله في جدول اللي بيها نعرف ايه العوامل المؤثرة وامتى نعمل بروموشن امتى ما نعملش وايه تأثير الكلام ده كله على المخزون، الطلب شكله ايه، اتغير ما اتغيرش، هنقول كل
التفاصيل دي ان شاء الله. فهنجد هنا في الجدول اهو، الجدول اول جدول يقابلنا ده ملخص للامباكت على البروموشن تايمنج، على تاثير الايه دي، يعني دي العوامل اللي في اليسار دي اللي بتؤثر على التوقيت، التوقيت يبقى يكون امتى. هاي فورورد باينج، لو نسبه الفورورد باينج، واحنا فهمنا يعني ايه فورورد باينج، يعني اللي انا محتاجه في شهر 5 بشتريه في شهر 3. لو كان الفورورد باينج عالي فهنا بيفضل البروموشن يتم خلال فترة اللو ديماند بيريودز. هنا هاي ability ستيل ماركت شير، يعني لو في قدرة عالية على انك تاخد جزء من السوق لصالحك فده يفضل البروموشن يتم في البيك ديماند بيريودز. وهكذا الهاي مارجنز، ربحية الشركة بالنسبة للمنتج ده، دي لما يكون هاي مارجن ربحية عالية فبنقول يفضل انك تعمل خلال البيك ديماند بيريود، لو لو مارجن يفضل انها في العكس، وهكذا. يعني هنا في الاخر بنقول العوامل دي هي بتفضل انها تتعمل خلال فترة ان في طلب قليل او فترة ان في طلب عالي. نعمل بروموشن امتى؟ في الفترة دي ولا الفترة دي؟ فده جدول يلخص الكلام ده، لكن نحس بيه أكتر بالأرقام لما نستخدمها إن شاء الله. دي نقطة رقم الكيس ستادي بتاعتنا، ودي هنخلص بيها إن شاء الله الجلسة النهاردة. يعني لغاية نهاية الجلسة بنتكلم عن النقطة دي بس، اللي هو السيلز والأوبريشنز بلانينج في شركة ريد توميتو. والشركة دي أساساً إحنا خدناها أولاً في المكسيك، خدناها قبل كده في المثال بتاع الأجريجيت بلانينج، وعرفنا إنها شركة خاصة ب المنتجات الزراعيه، تستخدم في الزراعه التولز عموما بصفه عامه. في المثال ده ازاي الممبرز بتوع السبلاي تشين ممكن يتعاونوا في موضوع البرايسنج والاجريجيت بلاننج ديسيشنز، بحيث ان هم يصلوا بربحيه السبلاي تشين الى اقصى ربحيه. بمعنى يعني هنشوف التعاون اللي ممكن يتم ما بين المانيفاكتشر مثلا والريتيلر في حته البرايسنج، تسعير والتخطيط للطلب، العرض والطلب، ديماند والسبلاي، وازاي نزود الربحيه بتاعتها. ومع كل اوبشن هناخده ان شاء الله هنبين الربحيه بتاعت الشركه كذا دلوقتي. تعال نتكلم شويه عن الشركه دي وازاي التعاون هيتم. احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ بنشرح ازاي بنعمل سبلاي اند اوبريشنز بلاننج، تخطيط المبيعات والعمليات في الشركه دي. الشركه دي بتبيع تولز، جاردنج تولز بالتحديد، وهم مش بيبيعوا بس، لا هم دول المانيفاكتشر اللي بيصنعوا التولز دي. في شركه تانية عامله ريتيل تشين، سلسله محلات بيع بالتجزئه اسمها جرين ثامب جاردنز، دي شركه تانية او مجموعه فروع اخرى مش للريد توميتو، لا هي شركه منفصله، لكن هي بتاخد او عملت عقد حصري بحيث انها تبيع كل منتجات ريد توميتو تولز. اتفقوا معهم على كده، احنا هناخد كل البضاعه اللي عندكم، انت صانع للادوات دي احنا هناخدها ونبيعها لك ونعمل عقد بكده. قال له ماشي. ف السيزون بيريود بتاعه المنتج ده او الجاردن تولز عاليه في السبرينج، يعني شهر مارس وابريل الزراعه بيبتدوا ان هم ايه يبداوا يزرعوا في الفتره دي، فتره الربيع. يبقى عرفنا البيك سيزون، عرفنا مين هو المانيفاكتشر بتاع التولز، مين هو الريتيلر او السيلر بتاع الايه التولز دي. الهدف من الشركتين او هم هدفهم هم الاثنين مع بعض يعملوا ماكسمايزيشن للسبلاي تشين بروفيت، وده هدف كويس لازم يحصل كوربريشن، مشاركه او تعاون. ريد توميتو والجرين ثامب الشركتين دول محتاجين تو ادفايس اي واي، انك تقترح حضرتك عليهم طريقه ان هم للتعاون، وان هم يحددوا طريقه ازاي يقسموا الارباح. بمعنى هيتعاونوا مع بعض ازاي، هينسقوا مع بعض ازاي، البيانات هيجمعوها ازاي، يا ترى ايه البدائل اللي عندهم، بحيث ان هم في الاخر هدفهم ان هم يعملوا ماكسمايز للسبلاي تشين بروفيت وليس ماكسمايز لكل شركه على حدة. عشان كده هنا هم بيتعاونوا مع بعض، بيجلسوا مع بعض، مش مجرد التعاقد اللي بينهم ان هم يبيعوا، لا ده في شراكه بينهم، يعني كل واحد يهمه ان شركه مانيفاكتشر يهمه ان جرين ثامب تبيع وتقدر تلبي الطلب بتاعها،
شركة جرين ثام بيهمها المانيفاكتشر ده يقدر يلبيها بالايه؟ بالسبلاي. يعني ده مصدر السبلاي وده الديماند اللي هو المفروض بعد كده بيروح للكاستمر. احنا بنحاول دلوقتي لسه نفهم المشكلة. ريد توميتو وجرين ثام الشركتين دول بيحاولوا اكسبلورينج يشوفوا يكتشفوا هاو ذا تايمينج اوف ريتيل بروموشنز افكت بروفيتابيلتي، ازاي التوقيت، عايزين يشوفوا الامباكت بتاع التايمينج بتاع الريتيل بروموشن. مين هو الريتيلر هنا؟ جرين ثامب ده الريتيلر، وده بالنسبه لنا المانيفاكتشر. ازاي التايمينج بتاع البروموشن اللي هيعمله الريتيلر، طبعا المانيفاكتشر ما بيعملش بروموشن، الريتيلر اللي بيعمله، ازاي ده ياثر على البروفيتابيلتي وبالتالي يختار التوقيت المناسب او الصح اللي يعمل له ماكسمايزيشن للبروفيت. يعني هنا مجموعه من الاسئله عايزين نجاوب عليها في الايه، في يعني كانها كيس ستادي، دراسه حاله، مشكله وبنحاول نحلها او نساعدهم حتى في حلها. ار سي بيتر ان بيتر بوزيشن، هل هما الاثنين في وضع جيد؟ اف ذي اوفر ذا برايس بروموشن ديورينج ذا بيك بيريودز اوف ذا مانث، هيبقى حالتهم احسن، ارباحهم اكتر لما يوفروا يعملوا برايس بروموشن، ترويج بالاسعار، يخفض سعره يعني خلال البيك بيريودز ديماند ولا خلال اللو ديماند بيريود. ده سؤال عايز يعرف التوقيت المناسب، كانه بيفسر لنا السؤال اللي فات، او يعمل بروموشن في الوقت اللي فيه طلب قليل ولا يعمل بروموشن في الوقت اللي فيه طلب كبير. جرين ثامب فايس بريزيدنت اللي هو الريتيلر، فايس بريزيدنت بتاع الريتيلر، فيفورس بيفضل، هو من وجهة نظره الريتيلر، من وجهة نظره اللي هو بتاع المبيعات، اللي هو ان هو يعمل بروموتينج ديورينج بيك بيريودز، وعنده اسبابه، بيقول بيكوز ذيس انكريزز ريفينيو باي ذا لارجست اماونت، هنعمل تخفيض في السعر وبالتالي هنبيع كتير، هيبقى الايه العائد كبير، هيزود العائد، وجهة نظره كده. طيب هو مجرد اقتراح لكن لسه هنشوف بالارقام ديسيشن في الاخر، لازم يكون في حاجه اسمها educated decision، هتدي قرار بناء على ارقام نتائج تحليلات، مش انا من وجهه نظري كذا وخلاص. على العكس بقى الطرف الثاني اللي هو المانيفاكتشرنج، فايس بريزيدنت اوف مانيفاكتشرنج از، وهنا التصنيع هو اللي بيتكلم، against such a move، هو ضد الموضوع ده، هو مش عايز موضوع البروموشن برايس بروموشن يتم خلال البيك بيريود، فهو ضده. ليه ضده؟ بيكوز بيقول ان ده ات انكريزز مانيفاكتشرنج كوست، لان ده هيزود تكلفه الانتاج، ما هو خلال فتره البيك بيريودز محتاجين الكباسيتي تبقى عاليه قوي، وبالتالي هنشغل الناس اوفر تايم، هنشغل نجيب عماله زياده، محتاجين الكباسيتي تبقى عاليه، وفي الغالب بتبقى الكباسيتي تبقى اكسبنسيف، وبالتالي الفايس بريزيدنت بتاع المانيفاكتشرنج في الشركه دي بيفضلوا يعملوا بروموشن في low demand season because it levels، لان ده بيسبب ايه؟ بيسبب ان الطلب بيحصل له ايه؟ leveling، وبالتالي يقلل تكلفه الايه؟ تكلفه الانتاج. كل واحد ليه وجهه نظره التي تحترم، لكن مين يكسب؟ تعال نشوف الايه بالبيانات. ده وجهه نظره، لو اشتغل لوحده كان يعمل كده، ده لو اشتغل لوحده هيعمل كده، لكن لو هما الاثنين تعاونوا، السيلز اند اوبريشن بلاننج بيسمح ان الاثنين يتعاونوا ويوصلوا لأوبتمال تريد اوف، وصلوا للتوازن او حل مثالي لكل الاطراف من جميع النواحي، دي المشكله. طيب تعال نشوف الوضع الحالي، البيانات الاساسيه، وبعد كده لو ما نعمل عليها فاريشن، نغير، نعمل دعايه، نقلل الاسعار، نشوف الاستهلاك هيزيد ولا ما يزيدش، يزيد بقد ايه، الكلام ده كله بالارقام. تعالى بيز كيس، يعني دي البدايه بتاعت ده الاساس، ده بيسموه البيز لاين، يعني الخطوه الاولى قبل ما نعمل اي بروموشن، عايزين نشوف التكلفه كام، عايزين نشوف البروفيت كام من المنتج بتاعنا. اتش تول هاز ا ريتيل برايس اوف $40، والمعلومات اللي انا بذكرها في الصفحه دي ذكرت قبل كده في شابتر 8، بس هنا طبعا احنا بننا نستخدمها تاني، فانا بذكرها للمره التانيه. واحنا عرفنا ازاي ال 40 دي جت، يعني في خطوات في شابتر 8 اتعلمنا ازاي الاجريجيت بلاننج او اليونت بتاع الاجريجيت يونت ازاي نحسبها، وازاي وصلنا لل $40 دي من فاميلي اوف برودكتس، فاكرين في عنده كذا فاميلي من المنتجات، مش هو ده، مش ما كانش بيتكلم على منتج واحد. ريد توميتو شيبس ده ثمن البيع، يعني لو هو بقى بيبيع 100 يبقى ايه $4000 ده الريفينيو بتاعه.
ريد توميتو شيبس اسمبلد تولز تو جرين ثامب عشان تتباع طبعا. وير اول انفنتوري از هيلد، كل المخزون موجود فين؟ يعني بعد ما الحاجات بتتجمع في المصنع بتاع ريد توميتو بيتم شحنها مجمعه وتتخزن في الجرين ثامب عند الريتيلر. الريتيلر هو اللي بيخزن مش المانيفاكتشر. الجرين ثامب ريتيلر ماله؟ هاز ستارتنج انفنتوري في يناير 1000 تولز، في بدايه المخزون كده، بدايه المخزون اللي عنده. از بيجيننج اوف جانوري قوة العمل الورك فورس اللي كانت عنده 80 عامل. ريد توميتو لان هو ده المانيفاكتشر، عايزين نفرق ما بين الراجل اللي بيصنع والراجل اللي بيبيع، ده عباره عن سبلاي تشين. وبعديهم طبعا للكاستمر، يعني مكونه من مانيفاكتشر وريتيلر والكاستمر. ريد توميتو هاز ورك فورس اوف اتش، خلاص 80 في بدايه الخطه في شهر يناير. ات اتس مانيفاكتشرنج فاسيلتي ان مكسيكو، ماشي. هو عنده 20 وركينج دايز ان اتش ويك، يعني اتش مانث. العمال بتوعه ايرنز ايكويفالنت اوف $4 بير اور، كل امبلوي بيشتغل 8 ساعات ده في النورمال تايم، والباقي بيشتغلوا اوفر تايم لو كان في اوفر تايم. العامل الواحد يقدر يشتغل اكتر من 10 ساعات اوفر تايم في الشهر ماكسيموم كل عامل، ده ليميتيشن. ذير از نو ليميت اون سب كونتراكتنج، مفيش ليميت على السب كونتراكتنج، مفيش ليميت على الانفنتوريز ولا الستوك اوتس. اول ستوك اوتس ار باك لوجد، يعني كل الكميات اللي هتتاخر في تقديمها في نفس الوقت اللي بتطلب فيها، مش في نفس الفتره يعني، وبتتقدم في فترات بعد كده كلها بتتلبى. يعني ما بنقولش ان خلاص الكميه مش مكافيه، ما عندناش مخزون، خلاص الزبون مش، لا الزبون قاعد مستنينا ولازم ننتج له الكميه اللي هو عايزها، حتى لو كانت في شهر ايه، في شهر تالي للطلب بتاعه. الانفنتوري كوست بيتم حسابه على الاندنج انفنتوري بتاع كل شهر. دي هنا كيفيه حساب الايه، الانفنتوري على الاندنج انفنتوري. في بعض الطرق بتحسب الانفنتوري كوست بناء على البيجيننج انفنتوري بتاع كل مانث او الافرج انفنتوري بتاع كل مانث، ماشي. هنا بيحدد لنا ازاي نحسب الايه، الانفنتوري كوست. الكومباني سكول، هدف الشركه كومبانيز هدفهم ايه؟ اوبتين the optimal aggregate plan that leaves at least، يكون عندهم يسيبوا في المخزون في النهاية 500 يونت في نهاية فترة التخطيط. وهنا فترة التخطيط زي ما هنشوفها بعد شوية 6 شهور من أول يناير لغاية إيه؟ جون. No stock outs at the end of June and at least 500 units of inventory، ده معنى الجملة، ماشي. يكون عنده مخزون في النهاية 500 يونت. دي بعض الداتا بتاعت المسألة، دي مش كلها، واحنا هنصيغ كل الداتا دي بعد شويه في ايه، في خطوات الحل اللي هنشوفها مع بعض. وهنعمل الكلام ده برده ايه، هنعمله باستخدام الاكسل، والملفات اوريدي موجوده مع حضراتكم على الموقع. التيبل ده برده خدناه قبل كده في شابتر 8، دي الكوست بتاعت الشركتين مع بعض. ماتيريال كوست اهو، انفنتوري هولدنج كوست اهي. وهنا لما نقول الشركتين مع بعض انفنتوري هولدنج كوست، يبقى موجوده عند مين؟ عند ريد توميتو ولا جرين ثامب؟ نعم صحيح، لان هو اللي بيخزن. شكرا. انفنتوري كوست مالها؟ كيف بيتحسب؟ كيف بيتحسب؟ ان شاء الله الموضوع عن الانفنتوري فقط وكيفية حساب المخزون والكميات وهنعيش حياتنا. لكن الانفنتوري هولدنج كوست مؤقتا، المبلغ ده معناه ايه؟ وهو ليه عناصر كتير وهنشوفها ان شاء الله فيه. لكن هندي جزء تصبيره كده دلوقتي. هنا الرقم ده عبارة عن ايه؟ كل يونت يتم تخزينها لفترة معينة بتكلفنا مبلغ معين، 2 دولار. 2 دولار لكل يونت تخزن لمده شهر. فلو عندي 10 يونت هيخزنوا لمده شهر، هندفع ايه؟ هندفع 20 دولار على الايه؟ على الكميه دي كلها. لو لمده شهرين هيبقى ايه؟ هيتضاعف المبلغ، يبقى 40 دولار وهكذا. ايه عناصر الهولدنج كوست؟ هولدنج كوست يعني اللي هي تكلفه الحفاظ على المخزون عندك في المخزن. المخزن ده محتاج ارضيه، محتاج مكان تخزن فيه. دول الور هاوس، اللاند، اللايتنج، الفاسيلتيز اللي موجود عندك. لو محتاج ثلاجات عشان تحافظ على المنتج ده، محتاج اي وسائل ارفف، محتاج كل الكلام ده تابع الهولدنج كوست. ان انت عندك مخزون جوه مخزن، ايه كل التكاليف اللي انت بتدفعها علشان تحافظ على المخزون ده يفضل سليم. المارجنال كوست اوف ستوك اوتس او الباك لوج 5 دولار، يعني كل يونت تتاخر عن ان انا اوصلها للكاستمر في الفتره بتاعته ادفع 5 دولار زياده، كاني ببيعها له بايه؟ ب 5 دولار، كانها تكلفه زياده غير الماتيريال الهولدنج كوست والكلام ده كله. هايرنج اند تريننج كوست، يعني البند ده بينالتي، كاني بحاول ارضي الزبون كل ما اتاخر عندي شهر، لكل يونت هتاخر عندي انا هتكلف عنك 5 دولار تكلفه يعني.
هايرنج اند تريننج كوست لكل عامل $300، ان انا اعينه عندي او ادربه. لي اوف لو انا همشيه ادفع له او هيكلفني $500 تعويضات وحاجات زي كده ما شابه ذلك. ليبر اور ريكوايرد 4 ساعه لكل يونت. ريجولار تايم كوست لسه شايفين $4 لكل ساعه. الاربعه يونت لكل يونت دي عدد الساعات اللازمه اللي بيحتاجها العامل عشان ينتج قطعه واحده من التولز دي. كل قطعه بتحتاج 4 ساعات. ريجولار تايم كوست $4. اوفر تايم كوست طبعا 6. هنا لو هتعمل سب كونتراكتنج لاي يونت $30. فدي التكاليف او الداتا الخاصه بالشركتين. ونقدر دلوقتي نقول هي شركه ايه تدفع ايه اوفر تايم كوست. مين اللي يدفعهم؟ ريد تو ميت ولا جرين ثامب تدفع الاوفر تايم كوست؟ اوفر تايم كوست يعني تكلفه ناس شغاله اوفر تايم، شغاله في المانيفاكتشر. مانيفاكتشر اللي هو ريد تو ميت هو ريتيلر بس بيجي له المنتج وبكذا وبيبيعه، واقف عليه بكذا وبيبيعه، وهو بيتكلف كمان تكلفه تخزين وهكذا. ثاني بيخزن مو عنده عمال برضه وبيخزن وبينقل لكن هنا الاوفر تايم، الاوفر تايم المقصود بيها الوقت الاضافي اللي انا هستخدمه في ان انا ازود الكباستي. ده المعنى بتاعه. لكن هنا في المخازن ما يحتاج اوفر تايم، المفروض ان هو ايه وقت عادي بالنسبه له، لان هو بياخد المنتج بتاعي مثلا $5 كتكلفه اجماليه وبيبيعه مثلا ب40، يبقى المكسب ده ايه المفروض يتوزع على الطرفين هنا وهنا. ده الا اذا قال لي ان في ايه، قال لي الريتيلر بيحتاج اوفر تايم للعمال بتوعه. يعني حتى الداتا السابقه دي 80 هنا مقصود بيها ايه؟ الورك فورس بتاع ريد توميتو. هو ما كلمنيش خالص عن الريتيلر غير ان هو بيخزن مكان للتخزين والبيع فقط، وسعر البيع بتاع الريتيلر اللي هو ال 40. هتلاقي الداتا بتاعت الريتيلر محدوده جدا، لان معظم الشغل هيبقى زياده الكباسيتي. ده البيز كيس الحاله بتاعتنا. وهنشوف ازاي الكلام ده اتحل ازاي لما حليناه باستخدام الاكسل. ده يعتبر الاجريجيت بلان للحاله الاساسيه عندنا. يعني ايه الحاله الاساسيه عندنا؟ يعني ما كانش فيه بروموشن. وهنشوف الكلام ده ازاي نطبقه باستخدام الاكسل. تعالى على طول نفس الفايل ده شفناه في شابتر 8، وهو كان بيتكلم عن الاجريجيت بلان. وادي الفترات دي قبل الخطه، قبل الخطه اللي هي الفتره زيرو. في الفتره من 1 لـ6 6 فترات. دي الهايرد، احنا عيننا كام واحد في كل فتره، نمبر اوف هايرد، نمبر ليد اوف اللي مشيناهم، ونمبر اوف ورك فورس بعد ما هايرد ولي اوف كام. هو البدايه هنا 80. وبالنسبه للاوفر تايم هنشوف هنا هنستخدم اوفر تايم ولا ما نستخدمناش، وعلى حسب احنا قلنا في اكتر من خطه او اكتر من بديل. كل حاجه هنا تتاثر باي رقم يتحط هنا هتلاقي الارقام دي تتغير. الانفنتوري هنشوف الكلام ده ازاي تم حسابه. واحنا قلنا قبل كده ان احنا ازاي اتعلمنا في شابتر 8 ازاي نعمل فورميوليشن والصياغه للكونسترينتس المعادلات. كل خانه من الخانات دي فيها مجموعه من المعادلات اللي بيها تحسب كل الكلام ده. السب كونتراكتور او سب كونتراكت ستوك اوت في كل فتره من الفترات هنبقى الكلام ده مفترض الاوتبوت بتاع الخطه اللي احنا جبناه من شابتر 8. يعني دي النتيجه بتاعت شابتر 8. تيجي شابتر 8 بتقول لنا ايه؟ بتقول لنا حجم الانتاج هيبقى ثابت للست فترات اللي هو ليفل كاباسيتي او ليفل استراتيجي. في كل فتره هننتج 2560 بالرقم ده. اوكي؟ عندنا 80 عامل هنستغنى عن 16 منهم في اول فتره ونكمل بال 64. عندنا في المخزون نبتدي ب 1000 وبناء على الانتاج بتاعنا بيبدا ايه؟ المخزون ده يبدا يتحرك. وفي فتره من الفترات ممكن المخزون يقل لدرجه ان مفيش. يعني انت لو في خانه هنا فيها انفنتوري زيرو ممكن يظهر هنا ستوك اوت. اهو ظهر 220. دي معناه ايه؟ ما عندناش، دخلنا المخازن في شهر 4 ما لقيناش، كنا محتاجين 220 كمان ما لقيناش، ففي عجز هنا 220. وفي نفس الوقت رحنا للسب كونتراكتور جبنا منه 140 قطعه، وال 140 قطعه دول وزائد الكم اللي حصل عجز في الانتاج ده هي طبعا ايه هنلبيه من فترات قادمه. الديماند ده جيفن، يعني اللي موجود هنا ده جيفن عندنا في المساله. ده الديماند بتاع كل فتره من فترات، ده جيفن. اوكي، ده البرايس بتاع كل شهر مش مختلف لغايه دلوقتي. دي اللي بيسموها البيس كيس، بمعنى المنتج بتاعنا ب $40 في شهر 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6 برايس ديسكاونت، مفيش، هو السعر ثابت اهو. اوكي، وده اللي بيسموه البيس برايس اهو، ما تغيرش. ممكن نغيره
يعني ممكن نغيره ونشوف تأثيره، ممكن نغيره في فترة معينة ونشوف ايه تأثيره على الديماند هيبقى شكله ايه، ايه تأثيره على التوتال كوست هيبقى شكله ايه، التوتال ريفينيو هيتأثر ازاي. التوتال ريفينيو طبعا هو عبارة عن حاصل درج الكمية المباعة، اهي دي كلها الكمية المباعة في 40، لو عملنا سميشن للكلام ده في 40 يدينا الرقم ده. اوكي البروفيت اللي هو عبارة عن التوتال ريفينيو متشال منه التوتال كوست هيدينا الرقم ده، البروفيت بتاعت الايه بتاع الشركتين في نفس الوقت. وهنا تعالى نشوف الكونسامشن هنا 10% او 20%، هنشوف امتى الكلام ده يعني يكون ليه تأثير او ايه معناه بعد شوية. ما عملناش بروموشن يبقى هنا بنحط زيرو، يعني هنا السوفت وير او الاكسل تمبلت لو حط هنا يا اما تحط له زيرو يا واحد. زيرو بالنسبه له معناه ان احنا عملنا بروموشن للسعر، برايس بروموشن. وهنا هنحدد الشهر اللي هنعمل فيه برايس بروموشن، هنعمل شهر واحد ولا شهر اربعه. اشمعنى شهر واحد وشهر اربعه؟ شهر واحد ده اللي هو ايه؟ لو ديماند، طلب قليل 1600، شهر اربعه ده البيك بيريود 3800 اعلى فتره. اوكي فممكن نجرب ان احنا نعمل بروموشن في الشهر الاولاني او بروموشن في شهر اربعه، وهنشوف الكلام ده ازاي بيتاثر. تعال نشوف ملف الاكسل، مفترض انه بيظهر بالشكل ده، لكن تعالى نعمل الكلام ده بشكل واقعي ونروح نفتح مع بعض ملف الاكسل. ماشي كل اللي انا بعمله ان انا بعمل ايه، باجي هنا في الاول في بعض التعليمات موجوده جوه الملف شابتر 6-9 بيقول لك عشان تصل الشكل اللي قدامنا ده او البيز بيريود محتاجين البيز كيس للاساس قبل ما نغير اي حاجه، قبل ما نقول في بروموشن ولا او امتى. فبيقول لك حط السيل اي 24 بزيرو، شايف السيل دي؟ بص كده لما وقفنا هنا مكتوب ايه فوق هنا؟ اي 24 اي 24. ان شاء الله الملفات والتمبلتس، تمبلت يعني قالب او ملف اكسل موجود فيه متظبط بالمعادلات بكل حاجه، مجرد تغير الداتا تطلع النتائج، مش بتحتاج مجهود كبير، يعني مش محتاج انك تقعد تعمل برمجه للاكسل والكلام ده. بنقف هنا وبستخدم السولفر عشان ايه اوصل للحاله دي، كل القيم دي او حتى تعال نشوف جدول تيبل 2 ده في الداتا، لو حتى الداتا دي اتغيرت، ادي الداتا بتاعت المساله، الداتا الاصليه بتاعت المساله. اوكي ممكن نغير فيها على فكره، ممكن لو غيرنا فيها تغير لنا في النتيجه هنا، يعني في النتائج، يعني هي اتحسبت بناء على في لينك ما بين الايه ما بين الاثنين دول. تعالى بنقف هنا كده ونقول له ديتا ونقول له سولفر، يبدا يطلع لي الديالوج بوكس بتاعه سولفر بارامترز. وهنا اداء النظر هنجد ان هو الاوبجكتيف موجود في الخليه سي 22 اللي هو الخليه دي اهو، عايزين نعمل مينيمايزيشن وبان احنا نغير كل القيم. شايفين القيم؟ شايف حضرتك القيم اللي هي في المنطقه اللي هي الصفراء دي، المفترض انها في البدايه خالص بنخليها بصفار. اوكي هو البرنامج بنقول له من فضلك غير كل القيم دي بحيث انها تصل الى انها دي تبقى اقل ما يمكن، اعمل اللي انت عايزه، يعني زود دي قلل دي زود دي غير دي نقص دي، المهم هو عنده مجموعه من القيود اللي بيها القيمه دي، يعني يفضل يغير في القيم دي لغايه ما توصل دي اقل ما يمكن، اقل ما يمكن، عشان كده بنقول ايه مينيمايز. ودي القيود اللي موجوده في المفروض في راس المساله في الحاله بتاعتنا في الكيس ساي بتاعتنا. من ضمن القيود نيجي بقى بالنسبه للمنطقه دي من بي 5 ل اي 10 اللي هي المنطقه دي الصفراء كلها، شايف المنطقه دي كلها؟ لان من اول هنا لغايه هنا من دي فترة التخطيط، دي ما قبل الخط، فدي المنطقة دي هي دي اللي اختارها. بيقول له غير دي بيسموها decision variables، فبيقول له غير القيم دي، القيم دي ممكن تغيرها زي ما انت عايز بس تراعي القيود دي. من ضمن القيود بي 5 ل سي 10، بي 5 من اول هنا لغاية هنا، شايف القيم دي؟ بيقول له خليها انتجر، يعني ما ينفعش تطلع رقم كسر، لان دول بيعبروا عن ايه؟ number hired of worker، ما ينفعش ان انا الناس اللي انا بعينهم يطلع 4.5، ما ينفعش الناس اللي انا بشيلهم يطلع عددهم في الاخر 3.5، يضمن ان هم عدد صحيح، فبيقول ان اللي موجود في الخلايا دي يبقى انتجر، يعني رقم صحيح. ده قيد من القيود يعني. انا مش عايز اشغل بالك بالايه؟ بالمعادلات، لكن بيدينا مزيد من الفهم للايه؟ للشيت بتاع الاكسل،
وفي نفس الوقت لو انا حبيت ان انا اعدل حاجه، اضيف قيد، لو انا عايز اضيف قيد من هنا، عايز اعدل قيد من هنا، عايز احذف قيد من هنا الى اخره، ولو غيرت حاجه وعايز ارجع زي ما كانت اقول له ريسيت اول الى اخره، وهكذا. تعال نشوف قيد تاني من بي 5 لاي 10، اكبر من او يساوي صفر. يعني ايه اكبر من او يساوي صفر؟ يعني ما ينفعش تبقى بالنيجاتيف. اكبر من او يساوي صفر الموجود في الخانات دي من لغايه كام؟ لغايه اي 10، كل القيم دي من بي 5 لاي 10، كل المنطقه دي، كل المنطقه الصفراء دي، ما ينفعش يبقى في حاجات بالنيجاتيف. برودكشن بالنيجاتيف، سب كونتراكت بالنيجاتيف، ستوك اوت بالنيجاتيف، لازم يكون بوزيتيف. انفنتوري بالنيجاتيف، لا، يا اما في مخزون يا اما ما فيش، ولو ما فيش بيسمى ستوك اوت، بيبقى في الخانه دي. اوفر تايم بالنيجاتيف، ورك فورس بالنيجاتيف، فكل الخانه دي ده يعتبر برضو من ضمن القيود اللي موجوده عندنا كده. يعني لو مشينا واحده واحده كده، اف 10 بتاع نقرا دي، اف 10 اف 10 اف 10 الخانه دي، هو قال لنا نص لنا عليها في المساله في الكيس ستادي في البدايه الداتا، قال لنا الكم الانفنتوري في شهر جون يبقى 500، فانا كاتب ايه؟ اكبر من او يساوي 500، اتليست قال اتليست 500، يبقى اكبر من او يساوي 500. عايز تغير الشرط ده ممكن تخش هنا وتعدل زي ما انت عايز بحيث يتناسب مع الكيس ستادي بتاعت حضرتك مثلا في الشركه او في الحاله اللي انت بتبحثها. بعد ما اخلص كل الكلام ده اقول له ايه؟ اقول له سولف، يبدا يظهر لنا في الخلفيه، يبدا يحل ويظهر لنا الايه؟ الديالوج بوكس اللي قدامنا ده. اوكي؟ فهنا هقول له ايه؟ كيب سولفر سوليوشن، لو الحل عجبني، ما عجبنيش اقول له كنسل. او اقول له من فضلك رجعني رجع لي البيانات الاصليه زي ما كانت. فتعال نشوف مثلا، نقول له كنسل ونحاول نلعب لعبه كده ونقول له خلي القيم دي كلها ايه؟ خلي القيم دي كلها بصفار. ونشوف احد الحلول اللي ممكن يديها لنا خلاف اللي. خد بالك انا اي قيمه بحطها بخيرها بيأثر عليها، هتلاقي بتأثر على ايه؟ على الارباح. وليكن مثلا كميه الانتاج مثلا دي خليناها 1000، بص ايه اللي بيحصل في الشيت. بص التكلفه قلت، هل معناه ده كويس؟ هل دي حاجه كويسه؟ لا طبعا مش كويسه، لان مش هنقدر نلبي الطلب. هنا في الورك فورس هنا ناقص 16، الكباسيتي بمقدار كذا، الانفنتوري. تعال تعال نمشي واحده واحده. صفر صفر صفر، كل القيم خلال صفر. شوف التكلفه هتبقى كام، شوف التكلفه كام. هل ممكن اجي هنا كده في دي كده واجي اسحب كل دول يبقوا صفار؟ ايوه اهو، بص التكلفه هنا ايه، مفيش تكلفه، ما تكلفش حاجه، لان انا لسه ما بداتش فتره التخطيط. اوكي، عندنا الورك فورس اللي عندنا 80 وعمال عطله ما اشتغلتش خالص، ناقص 80 زياده. اوكي، دي ده كميه الطلب. طيب تعالى التوتال ريفينيو قد ايه؟ 640، البروفيت 640، وده اساسا ما بعناش حاجه. اوكي، وبالتالي لان التكلفه بصفر، ده ناقص زيرو، وده مش لوجيك، ده مش انتاج، يدينا 100% تكلفه 100% بروفيت. ماشي، طيب نقف كده الخانه دي ونقول له ده، نقول له سولفر، ونشوف هل ممكن يوصلنا لنتيجه ثانيه او نتيجه احسن من اللي فاتت. احنا هنا دي كنا وصلنا، كانت كام؟ كانت 420 تقريبا، والبروفيت كان 217 وشويه، 217 وشويه. تعال نقول له ايه؟ بعد ما نظبط كل الكلام ده نقول له ايه؟ نقول له سولفر. شفنا الحل ده جه ازاي؟ يعني مش انا اللي بكتبه، يعني انا مجرد بحط الداتا، بحط القيود، بقول له غير في القيم اللي قدامك دي بحيث انها تصل الى اعلى اوبجيكتيف فانكشن، مينيمايز للتوتال كوست. اوكي، وبعد كده بيبدا يحسب الحاجات الاخرى. هل انا راضي ومبسوط من الحل ده؟ اقول له اوكي. مش مبسوط اقول له من فضلك لا، هات لي القيم الاصليه اهو، كانه ما عملش حاجه. تعالى وانت حضرتك لو عملت سولف وقلت له سولف وطلع بالشكل ده وقلت له اوكي، وفي حاجه ما عجبتكش، في حاجه يعني مثلا في قيمه هنا كده تقول لا 16 نعمل ليه اوف ل 16 صعب قوي، طب نخليهم 15 بس ونشوف النتيجه وتكلفتها شكلها ايه. شايف هنا ايه اللي حصل؟ هل ده اثر على حاجه؟ اثر على حاجات هنا؟ نعملها تاني وايه ونلاحظ 16 تاني، التكلفه قلت، لكن هل ده اثر على دي بس والجزئيه دي بس، ولا في حاجات تانيه؟ دي 206 من 2560،
احنا هنا طردنا 16. تعال نقول عشان نأثر بالسلب على الانتاج، الانتاج اهو. طب عشان الانتاج، والانتاج ده بينتجه كام واحد؟ 64 واحد كل شهر 60. طب تعال نزود، احنا نمشي ناس اكتر من كده، يعني نقول نمشي 20. وهنا على فكرة الشيت من ميزته كمان ان انت بتعمل وات اف سيناريو. ماذا لو الرقم ده مش 16، نخليناه 20، خليناه اكتر او اقل، ايه النتيجة؟ ممكن يتأثر 20، ايه اللي اتأثر هنا؟ مشينا 20، بس ليه ده ما تأثرش؟ هما المفروض انهم ان ده لازم مفترض كمان يتأثر، بس واضح ان دي مش اقل تكلفة 64. مش هينفع ان احنا نعدل كده، هل الارقام دي اتعدلت؟ تعال نرجعها زي ما كانت ونقول مثلا 16 تاني. هل الانفنتوري بيتأثر؟ كل اللي بيتغير فقط الورك فورس. طيب نخليهم 5، لان عارف ليه؟ لان لازم دول كمان يتأثروا، اصل ما ينفعش ان انا هم 80 وان انا اغير دي وما اغيرش دي. المفترض ان الارقام دي مرتبطة ببعضها، يعني مثلا دي لو 15 المفترض الارقام اللي جنبها هتبقى كام عشان الانتاج ده يتأثر؟ ده يبقى كام؟ هو المفروض السمشن بتاعهم يطلع كام؟ يطلع 80، يعني احنا بادئين ب 80، مشينا 15، يتبقى عندنا كام واحد؟ بص بقى لما اغير دول 65، هل ده ممكن يأثر على الباقي؟ ما اتغير، التوتال كوست اتغير، بقت زياده. احنا هنا ليه اوف العدد اقل، هنا زودنا العماله، ده زودنا العماله في كباستي هنا زياده ملهاش لازمه. طيب تعال نعمل حاجه ضد القواعد اللي هي ايه. تعال نشوف لو انا غيرت كده، نشوف هل مسموح لي ان انا اغير بايديا كده ولا لا، ولا لازم استخدم السولفر. قول ان هو نمشي مثلا 30، وده تزود التكلفه، بس هو بانت في التكلفه بس. وده الورك فورس نخليها 50 عشان يكملوا 80. بص ده بيأثر على الكباستي في الاخر، الكباستي 50 ونخلي دول كلهم 50، الكباستي اتأثرت بالسلب. ماشي، يعني العدد اللي موجود من الورك فورس مش مكفي ان هو ينتج الكباستي المناسبه، لكن انا شايف ان ده ما تأثرش خالص، برغم ان المفترض يتأثر كبرودكشن. تعالى نرجع الكلام كله زي ما كان ونقول ان هو كله صفار، ونرجع الوضع زي ما كان، لانه واضح ان احنا ما ينفعش ان احنا نغير في القيم دي لان مش مرتبطه ببعضها. نرجع تاني ونقول له من فضلك سولفر، بس البدايه بتاعتنا كلهم صفر. وايا كانت البدايه، يعني حضرتك لو انت قعدت مثلا تجرب تقول بدايه تانيه مختلفه، وليكن بصرف النظر ان انا ايه، ان الداتا بتاعت المساله هتكون بشكل تاني. لو حطيت مثلا دي ب 500 تكلفه كذا، حطيت اوفر تايم مثلا 50، واضح انه بيأثر على التكلفه. العماله دي مثلا 50، البرودكشن، والبرودكشن بيتحدد ازاي في الليفل استراتيجي؟ ان انا بجمع الكلام ده كله واقسمه على 6 يدينا رقم ثابت في الانتاج، وليكن مثلا نقول هننتج 2000 بس، ده بيؤثر على، مش معكوس على فكره، بس معكوس هنا في الانفنتوري، هو في عجز في الانفنتوري. ماشي؟ بيبان هنا في الايه؟ في العجز وفي الاوفر تايم، كل الكلام ده بيعبر عن عجز، وفي نفس الوقت تكلفه ايه؟ تكلفه على الفاضي. تعال نرجع تاني ان احنا كل الخانات دي بصفار كبدايه، وده اللي بيقولوا لنا في، مهم جدا ان حضرتك تتبع التعليمات اللي موجوده هنا عشان تصل للشكل. يعني مثلا لو رحت، لو رحنا للعينة هنجد ان الشكل ده رقم 9-1، فبيقول لك عشان توصل ل9-1 ده اتبع التعليمات دي في الاكسل اهو، بيقول لك شابتر 9 عشان نصل لفيك 9-1 خلي هي ايه كذا بكذا وران سولفر. ماشي، دي اول خطوه، تعال نعملها كده. يبقى البيز بتاعتنا اللي على اساسها بعد كده هنعمل مقارنات بعد كده، يعني ده الوضع الاساسي اللي هيبقى ريفرنس لينا كانه بنش مارك، اللي بعد كده لما نقول نعمل بروموشن، ونعمل بروموشن امتى، ايه تاثيره، زود لنا قلل لنا، سواء انفنتوري او سب كونتراكت او ستوك اوت او بروفيت او ريفينيو او كوست، كل الكلام ده اللي هو بيعتبر الكي بيرفورمانس انديكيتور بتاعه المساله. اهو موافق على الشغل ده؟
حتى بيقول لك وجد ان هو وجد حل داخل التولرنس. اهو ده الحل بتاعه. اوكي، دي البدايه، دي اول خطوه، واللي هي موجوده هنا ايه في السلايد دي، اللي هي موجوده هنا تاني مره تانية. اما نيجي نعرضها كده، انا عارض لحضرتك الملف اهو في الاول، ملف الاكسل ده، ملف اكسل غير اللي فات، مجرد ايمج موضح لنا الصفوف والاعمده بالايه بالرموز بتاعتها. لكن هنا ده ملف اكسل، اوكي، وده بالنسبه لنا التوتال كوست، ماشي. ونسجل الحاجات دي عندنا، ان احنا في البدايه في حاله نو بروموشن، والاسعار ثابته زي ما هي. نو بروموشن هنا كان لازم نحط صفر هنا، لازم عشان نو بروموشن يبقى الخانه دي زيرو. الاكسل متظبط على كده، وده التوتال كوست، والريفينيو بتاعنا 217. طيب نكمل. ده عباره عن السولفر بارامترز، يعني لازم الحاجات دي تتظبط كده علشان ايه يطلع النتيجه اللي احنا قلنا عليها، فاينل ريزلتس بتاعه البيز كيس. وما عندناش بروموشن عشان نشوف بعد كده ايه تاثير وجود البروموشن وتوقيتها على السبلاي والديماند، يا ترى بيأثر على السبلاي، بيزود بيقلل الديماند الى اخره. بالنسبه للبيز كيس اللي قدامنا دي، السبلاي تشين فيها النتائج دي، الكوست والريفينيوز اهو، كل النتائج دي جايبينها منين؟ جايبينها من التيبل، ملف الاكسل، اوكي. وبنزود عليها كي بيرفورمانس انديكيتور اسمه افريج سيزونال انفنتوري. الافريج سيزونال انفنتوري ده نحسبه ازاي؟ باجي الافريج سيزونال انفنتوري بيساوي البدايه اللي هي الفتره زيرو زائد مخزون النهايه 500 على 2، يعني الافريج بتاع البدايه والنهايه متضاف عليهم المخزون بتاع كل الفترات الباقيه زائد دول. الكلام ده كله مقسوم على كام؟ ما دول خمسه، دول من اول هنا واحد لخمسه، هم خمس فترات، وبعد كده البدايه والنهايه ونجيب المتوسط بتاعهم، ادي كده تعتبر فتره كمان لان جبنا المتوسط بتاعهم قيمه واحده. نقسم الكلام ده على سته، لو قسمنا الكلام ده على سته يدينا ايه؟ ما يسمى ده كي بيرفورمانس انديكيتورز، افريج سيل انفنتوري، متوسط الكميه المخزنه كام؟ بتيجي بالمعادله دي، حيث تي دي عدد الفترات اللي هم سته، دي مخزون البدايه، ده مخزون النهايه على اثنين، زائد السمشن بتاع كل المخزون من الفتره واحد لغايه الفتره رقم خمسه، بعيد عن الفتره سته، الفتره سته هنا، وبعيد عن الفتره زيرو، يطلع الرقم ده. يعني متوسط الكميه المخزنه لو وزعنا الكميه المخزنه كده على كل الفترات هيدينا ايه؟ 875، كاننا مخزنين 875 في كل فتره بالتساوي. الكميه اللي احنا بنخزنها كل فتره دي يا ترى بتكفينا وقت قد ايه؟ ده برضو كي بيرفورمانس انديكيتور تاني، افريج فلو تايم، يعني انت عندك مخزون يكفي فتره قد ايه؟ افريج فلو تايم بيساوي، وطبعا كل ما الرقم ده صغر كل ما كان افضل، كل لما كان عندك فتره مخزون لمده شهر احسن، ولا مخزون لمده يومين، ولا مخزون لمده خمس ايام؟ مخزون لمده يومين فقط افضل، وده انديكيتور مهم جدا، لدرجة الناس واليابانيين عملوا نو انفنتوري. ما هو يحب انه ما يكونش عنده انفنتوري، اهم حاجة يكفي الطلب، مش اهم حاجة يكون عندي مخزون، لان عشان يقولوا عنده مخزون. لا، ما عندناش مخزون عشان كل حاجة في وقتها بتخلص، او عندنا مخزون يا دوبك، وشركات كتير شغالة على ان هو عنده مخزون، وشركات عملاقة عنده مخزون يومين، مخزون ثلاث ايام، مخزون اسبوع فقط، وبيتباهى بكده. الافريج سيزونال انفنتوري اللي احنا جبناه ده مقسوم على الافريج سيلز. الافريج سيلز ده بنجيبه منين؟ يعني الرقم ده جه منين؟ افريج سيلز اللي هو مجموع الديماند، ما هو الديماند ده هو السيلز بتاعنا، هو ده اللي بعناه. اجمع الكلام واقسمه على سته هيدينا الرقم ده، اوكي؟ فالرقم ده هو مجموع الديماند اللي هو المفترض ان هو سيل بعد كده، على ايه؟ على عدد الفترات. يدينا 33% مانث، ممكن تتحول لايه؟ ل دي. يعني لو ضربت الكلام ده في 30 يتحول لك عندك مخزون كام يوم، ده بيسموه الافريج فلو تايم. كل ما قل كل ما كان افضل، كل ما الرقم ده قل برضه كل ما كان افضل، كل ما الرقم ده زاد كل ما كان افضل، كل ما الرقم ده زاد كل ما كان افضل، كل ما الرقم ده قل كل ما كان افضل. فكل ده يعتبر كي بيرفورمانس انديكيتور، يوضح لك تقييم الخطه اللي قدامك دلوقتي اهو. البدايه نو بروموشن، وادي النتائج بتاعتها، ودي ناخد منها لقطه صوره. اللي بيها بعد كده نبدا ايه؟ نحط كل القيم دي في جدول واحد ونعمل مقارنه عشان نعرف كل حاله، يا ترى لما ما عملناش بروموشن في
في حالة البيز كانت ايه؟ كانت القيم دي كام؟ طب لما عملنا بروموشن في شهر كذا، لما عملنا بروموشن في شهر كذا، لما عملنا زودنا حجم الاستهلاك خليناه كذا. تعال نشوف واحدة واحدة. امتى نعمل بروموشن؟ وين تو بروموت؟ الشركة لسه بتفكر، بتحط بدائل. اولا بتقول ايه؟ ولما نعمل بروموشن طبعا هيحصل زيادة في المبيعات، ومبيعات شهر اللي هيبقى فيه البروموشن بس، وممكن كمان مش مبيعات بس بتوع الشهر اللي فيه البروموشن هتزيد بس، اللي هو كمل استهلاك الديموند هيزيد يعني. لا، ده كمان الشهرين اللي جايين 20% من الطلب بتاعهم هيكون في الفترة اللي فيها البروموشن. 20% من الطلب بتاع شهر، لو احنا عملنا مثلا بروموشن شهر واحد، والبروموشن هنا الشركة هما الاثنين قرروا انه يعملوا بروموشن من 40 دولار للقطعة ل 39 دولار، يعني هيعملوا ديسكاونت دولار في اني بيريود. لو هما عملوا بروموشن في اي فترة، دي النتيجة ان هيحصل زيادة في حجم مبيعات الفترة دي. يعني هو هنا بيتكلم كلام عام، لسه ما حددش هيعمل بروموشن امتى. حجم المبيعات هيزيد في الفترة دي، يعني مثلا تعال نقول مثلا شهر 2 لو عمل بروموشن معناها السعر ينزل من 40 ل 39. معناها كمان ان الطلب بتاع شهر 2 اللي هو فبراير هيزيد المبيعات بتاعته 10%. يعني بدل ما هو الطلب مثلا كذا يزيد كمان 10% منها. وايه كمان؟ مبيعات شهر 3 و4 20% منها هيترحل، هيترحل مش هيترحل بالخلف، هيجي قدام لشهر 2 وايه؟ ويزود الطلب بتاع شهر 2. اوكي؟ 20% من شهر 3 و20% من شهر 4 ينتقلوا، كمية الطلب دي هتنتقل لشهر 2 لو فيه البروموشن. ده المثال اللي انا بقوله دلوقتي من عندي. وهو ده معنى الكلام اللي هو بيقوله. لو في حاجة مش واضحة حضرتك ممكن تسأل. طيب المانجمنت عايزة ايه؟ would like to determine احسن لها تعمل ديسكاونت في يناير اللي هو الاوف بيك بيريود ولا ابريل اللي هو البيك بيريود. احسن لها تعمل بروموشن هنا ولا هنا؟ احسن لها بروموشن يعني تخفض السعر من 40 ل 39 بمقدار دولار في شهر يناير ولا في شهر ابريل؟ مع العلم ان دي ايه؟ دي التبعات بتاعته. هو مش بنغير سعره وخلاص، لا، ده سعر بيأثر على طلب بتاع الشهر، وكمان بيأثر على طلب شهور اخرى، انه بيتغير بيتحرك الى ايه؟ الى الشهور بتاعت الشهور، الى شهر الطلب بتاع البروموشن. فمطلوب هنا ان احنا نحلل تأثير البروموشن على الطلب والاوبتيمال اجريجيت بلان والخطة بالكامل. يعني احنا كنا بننتج بخطة معينة بدون بروموشن، طب احنا لو عملنا بروموشن محتاجين نغير خطة الانتاج بتاعتنا شكلها ايه؟ اللي هو السبلاي والديماند. هنا في الحالة دي بنغير، بنعمل مانج للسبلاي ومانج للديماند في نفس الوقت. الخطة احنا بدأنا ان احنا نقول هنبدأ نعمل تغيير فيها، نعمل بروموشن في شهر يناير. البروموشن ده هيبقى ليه تبعات، هيبقى ليه في الاكسل شيت بداية ايه التغيرات اللي ممكن تحصل. هنا بدل ما هو زيرو هيبقى واحد، يعني في بروموشن. هنا ممكن نحط رقم واحد او نحط اربعة. واحد معناها شهر جانوري، جانوري يعني اللو ديماند بيريود اللي هي فترة الطلب القليل، اللي هو كان الف لو احنا رجعنا للبيز هنجد ان الطلب ده 1600. يعني تعال نرجع كده سريعا للبيز كيس، دي البيانات الاصلية دي في البيز كيس 1600 3000 وهكذا. فهنشوف ازاي التغير في الطلب ده هيتم، هيحصل تغير في الطلب هنا بناء على البروموشن اللي هنعمله في شهر ايه؟ في شهر يناير، اللي هي دي كانت هتكون البداية. وقلنا تفاصيل البروموشن لما يحصل ايه اللي ممكن يتغير. فاول حاجة هتتغير هنا في الاكسل شيت، لازم نحط هنا واحد، معناه شهر واحد هو اللي يحصل له بروموشن. وفي نفس الوقت فورورد باي اللي هي النسبة دي نخليها 20%. 20% معناها ان الطلب بتاع احنا هنعمل البروموشن هنا في شهر واحد، ان الطلب بتاع شهر 2 20% منه وطلب شهر 3 20% منه هيتاخدوا من هنا وهيضافوا على الطلب بتاع شهر واحد اللي هنعمل فيه البروموشن. وايه كمان؟ 10% دي معناها قبل ما ناخد الفورورد باي هنعمل زياده مقدارها 10% من ايه؟ من ال 1600. يعني 1600 في 1.1
يعني كده زودنا 10% زائد 20% من مجموع الطلبين اللي هم اللي في البيز ايه البيز كيس اللي هم الرقمين دول، يطلع الخلاصة في الاخر ان الطلب بتاع شهر واحد هيبقى يكون 3000، وطبعا الطلب بتاع شهر اتنين هيتأثر بمقدار 20% ينقص 20% وده ينقص 20%، يعني نقول 20% في الرقم ده يدينا الطلب الجديد، 20% في الرقم ده يدينا الطلب الجديد، ده وبقيه الفترات زي ما هي ما حصلش فيها اي تغيير. يبقى قلنا التغير الكونسامشن بتاع شهر البروموشن هيزيد 10%، احنا افترضنا كده. والفورورد باي هيتاثر بيه الشهرين التاليين للبروموشن وهيكون 20% منهم، وكل ده هينضاف للديماند بتاع شهر واحد، بقيه الشهور هيفضل زي ما هو. دي الحسابات اللي ودتنا للرقم اللي موجود شهر واحد واثنين وثلاثة. الحل النموذجي للمسألة دي هيكون ان انا برضو بقف في الخلية دي، تعال نعملها كده عملي في ملف الاكسل، نفس الملف، نعم نفس الملف، باجي هنا كده هقول واحد، يعني هنعمل بروموشن في شهر واحد، واجي هنا كده سوري بروموشن معناها واحد، هنا في الخانة دي واحد معناها بروموشن في شهر واحد في يناير، فيبقى واحد هنا ليها معنى وواحد هنا ليها معنى. اوكي؟ طيب بعد كده باجي هنا كده وهتلاحظ ان الديماند اتغير لوحده، بيتم حسابه لوحده مش انا اللي بدخله، اللي هي الحسابات اللي انا دخلتها هنا في الباوربوينت عشان اعملها حسابات يدوي، لكن هي بتتعمل في الاكسل ايه؟ اوتوميتد. طيب بتغيير النسب دي، يعني لو انا غيرت النسب دي هتلاقي الارقام دي اختلفت. نقف هنا كده ونقول له نفس القصه سولفر، وهنقول له سولف، ادي النتيجه الايه النهائيه. وفي النتيجه دي اقول له موافق. اوكي ادي النتيجه النهائيه 422,080، ودي البروفيت، وده الايه، وده التوتال ريفينيو. حصل زيادات، الخطه دي اختلفت، وهنا محتاجنا 15 بس ان احنا ايه لي اوف، قبل كده كانوا 16 ودي كانت 64، ففي اختلافات كثيره حصلت. هنبدا نعمل المقارنه دي ان شاء الله فيما بعد، وهنلاحظ كمان هنا دي كانت 40 بقت 39. كنا نعمل بروموشن، اقول له اعمل بروموشن يبقى على طول 39، وممكن ان احنا نغيرها، يعني هنشوف ازاي الارقام دي لو انا عملتها في اكتر من شهر، خليت البرايس ده باليد كده كذا، ممكن تتغير بروموشن في يناير، ودي النتيجه بتاعتها ودي النتائج بتاعتها من ناحيه التوتال كوست. كل مره هنحسب الحاجات دي، التوتال كوست، الريفينيو في الفترة كلها طبعا، البروفيت، الافريج سيزونال انفنتوري بقى كام، واضح انه قل، ممكن يكون قل شوية يعني مش كتير قوي. الاخر خالص هنعرض جدول فيه كل القيم دي عشان طبعا صعب ان انت تتذكر هو الافريج سيزونال انفنتوري كان كام، هو البروفيت كان كام في كل مرة، هنجمع في جدول في النهاية كده يوضح لنا كل الحالات. الافريج فلو تايم 1900 مانث، ده كمية المتخزن يكفي الفترة دي بس. فهنجد ان مقارنه بالبيز بيريد لما عملنا بروموشن في جانوري لاور سيزونال انفنتوري، الانفنتوري قل اقل سم وات لاور توتال كوست، توتال كوست ما قلتش كتير، هتلاقي في الكسر بس. هاير توتال بروفيت، التوتال بروفيت زاد. اوكي وتقدر ان انت ترجع هو توتال بروفيت كان كام، لكن هو زاد عن اللي فات. طيب هنعمل ايه؟ هنعمل بروموشن شهر ابريل، ملف الاكسل، هنا واحد يعني بروموشن، هنا اربعة يعني بروموشن شهر ابريل. اوكي اجي هنا كده وطبعا القيمة هي اختلفت اهي، وتلاحظ هنا ابريل بقى 39 البروموشن بقى هنا، والقيم دي اختلفت نتيجة النسب اللي محطوطة هنا، لو غيرت النسب دي الارقام دي تختلف. اوكي دي نسبة الاستهلاك بتاعت الشهر اللي انت بتعمل فيه بروموشن، الاول تزودها تقول لك زادت كام بمقدار ايه 10%. هنا الفورورد باس للشهرين التاليين للبروموشن اللي هو شهر هنا 5 و6 تلاقيهم متأثروا، لكن الأسطر الثانية زي ما هي، يبقى اللي اتغير في القصة دي شهر 4 وشهر 5 و6، لكن هتلاقي 1 و2 و3 زي ما هم الطلب بتاعهم زي ما هم ما تأثروش لأن ما كانش فيه بروموشن في شهر 1 في الحالة بتاعتنا دي. وأجي أقف هنا كده وأقول له من فضلك داتا سولفر حل لي المسألة دي، هات لي أقل تكلفة ممكنة، أقول له أوكي دي النتيجة بتاعت الحل، مش نتيجة التوتال كوست بس، لا نتيجة الانفنتوري اختلف وبالتالي الافرج انفنتوري اختلف، الستوك اوت كمية اختلفت اهي بقى في كمية اكبر، بدأ يحصل سب كونتراكت، وممكن يكون كان في سب كونتراكت في اللي فاتت انا ما خدتش بالي، لكن في هنا 40،
هنا هنعمل لي اوف 14 فقط. في اول حالة كانت 16 وبعد كده 15 وبعد كده دي 14. اوكي، يبقى هنا واضح ان اختلاف ميعاد او ان انا اعمل بروموشن من عدمه او اختلاف ميعاد تايم اوف بروموشن ليه تأثير على كل حاجة، كل حاجة تأثير على الديماند وتأثير كمان على السبلاي. اوكي، ونحاول نظبط الامور بحيث ان ايه السبلاي يكفي الديماند. يعني الخطة دي بتقول ايه؟ السبلاي بيكفي الديماند. عندنا كمان 500 زيادة في الاخر، بادئين ب1000 في المخازن و500 زيادة، ومش محتاجين اكتر من 66 عامل بس. اوكي، دي بالنسبة لنا التكلفة الخاصة بالخطة دي. اوكي، عشان بعد كده لما نيجي نعمل مقارنة ما بين ان انا اعمل بروموشن في شهر 1 ولا شهر 4، اعمل بروموشن ولا ما اعملش، نقدر ايه نقارن النتائج دي كلها. ابري البروموشن، ادي النتيجه اهي، وادي الايه الكي بيرفورمانس انديكيتورز اليوم بنفس الكيفيه. هنجد هنا هاير سيزونال انفنتوري، سيزونال انفنتوري هتلاقيه الرقم ده زاد قوي. سم وات هاير توتال كوست، التوتال كوست زادت بس مش كتير قوي، سم وات يعني شويه عالي شويه. سلايتلي سمولر توتال بروفيت، التوتال بروفيت هنا قل شويه، قل شويه يعني حاجه بسيطه يعني مش كتير قوي بالنسبه لايه، بالنسبه للبيز، هو يقصد بالنسبه للبيز. الحاله اللي بعد كده، طب لو انا ديسكاونت ليدز تو لارج انكريز ان كونسامشن، هنفترض حاله هنا بدل ما عملت ديسكاونت في شهر يناير وحصل كونسامشن زاد 10% فقط، لا ده هيزيد 100%. يعني الطلب مثلا شهر يناير قبل ما اعمل الديسكاونت كان كام؟ 1600. لما عملت الديسكاونت هتلاقي الرقم ده بنقول الكونسامشن يزيد 100%، يعني يتضاعف، يعني 1600 زائد 1600. اوكي، ولكن الفورورد باي هنفترض ان هو نفس القيمه 20% من الشهرين اللي بعد كده قالوا وراحوا لايه اضافوا على شهر واحد اللي حصل فيه البروموشن. ده معنى الجراف ده. تعال نشوف ازاي نعملها. واحد يعني هنعمل بروموشن هنا، واحد يعني هنعمل بروموشن في شهر ايه؟ في شهر يناير. الجديد بقى الكونسامشن هنا هنخليه واحد، واحد مش واحد من عشرة او 10%، هنخليه 1 يعني 100%. بص اللي حصل هنا، بروموشن في شهر واحد يعني نت بقت 39، بروموشن في شهر واحد يعني الديماند هنا اتضاعف بالنسبه للشهر بتاع واحد، وفي نفس الوقت الفورورد باي ال 20% اللي تاخده من هنا تحطه هنا نتيجه تاثير البروموشن. طب تعال نشوف الكلام ده كي بيرفورمانس انديكيتورز اهو، يلا حل. اوكي، ادي النتيجه بتاعته، توتال بروفيت اهو، توتال كوست اهو، التوتال ايه ريفينيو اهو، وده اللي هنشوفه في الايه، وادي الايه، وادي الحسابات بتاعتنا. هاي توتال بروفيت زان بيز كيس، توتال بروفيت هنا اعلى من الكيس الاولانيه، وطبعا مقارنه برضو مع الايه، مع الافريج سيزونال انفنتوري، مع الريفينيو، مع الخمس عناصر اللي قدامنا دول او المقاييس اللي قدامنا دول بيتغيروا من حاله لحاله، اللي بيه في الاخر نشوف تاثير كل حاله ايه على الحاجات دي. لو احنا عملنا نفس الكلام ده مع شهر ابريل، بص كل اللي احنا بنعمله تغيرات بسيطه جدا، يعني بحافظ بين دي 100%، بس انا هنا هيبقى 4 شهر 4. اوكي، ما ينفعش نحط شهر 3، لا ما ينفعش. الجدول ده متصمم تحط 1 يا 4، هنا متصمم تحط 0 يا 1، وكل واحده ليها ايه، ليها معنى. اوكي، هو بيستجيب ليها، خلاف ذلك مش هيقدر يستجيب. يعني تعالى مره نجرب نحط رقم تاني مختلف نشوف يستجيب ولا لا. تعالى نجرب الايه، نخلص دي الاول، 4 نقف هنا، دايما نقف هنا لان دي الاوبجيكتيف، واجي اقول له الداتا سولفر واجي اقول له حل، ادي النتيجه بتاعته 5,536، 536,000 تكلفه عاليه قوي، الارباح زادت قوي، الريفينيو زاد قوي، في حاجات كتير بتزيد، كله بيزيد. ماشي، انا اهم حاجه عندي التكلفه تكون تقل، في نفس الوقت برضو البروفيت يبقى زياده. اوكي، نتيجه الايه اللي بيحصل ده، ادي اهو شهر 4 بقت ب 39، شهر 4 حجم المبيعات بتاعته الطلب بتاعه زاد. وبالمناسبه يعني احنا لما بنزود حاجه بناخد من حاجه تانية، يعني هنا الكونسامشن بس بيزيد، ان ده بيزيد بس حجم الطلب عليه بيزيد، لكن الفورورد باي بياخد من شهور ويودي في شهور تانية بالنسبه للشركه، مش هو بس ان احنا بنحرك الطلب، لكن زاد الطلب لا في الجزئيتين دول، يعني مثلا هنا الاثنين دي زاد فيها الطلب جزئيا
هو اتحرك من ايه؟ من شهر 5 و6 راح ل 4، لكن في جزء تاني الكونسامشن زاد طبيعي، اللي هو النيو كاستمرز او الاولد كاستمر بيشتري بزياده نتيجه البروموشن اللي حصل. احنا قلنا هنجرب هنا حاجه، الحاله بتاعتنا اهي اهي البرودكشن. بص هتلاقي كل حاجه اختلفت، ها كل حاجه اختلفت، مفيش حاجه واحده بس. بص هنا بنحتاج ايه لما الطلب بيزيد؟ احتاجنا ايه؟ 80، رجعوا 80 زي ما هم، مش محتاجين نمشي حد. ادي الافرج سيزون انفنتوري، ادي الافرج فلو زاد، ماتش هاير ليفل اوف سيزون انفنتوري زاد قوي، مخزون زياده قوي، يوزز مور ستوك اوتس اند سب كونتراكتنج. لو بصينا اللي فات، بص هنا زادوا ستوك اوت، زادوا سب كونتراكتنج، كنا بنحتاج 40 بس او 100 ماشي. الفينيو زادت، اوفرول بروفيتس اعلى عموما، اوفرول بروفيتس 247000 وكذا، دي عاليه ماشي. طيب الجدول ده بيوضح لنا البرفورمانس بتاع السبلاي تشين في الحالات المختلفه under different scenarios، والسيناريو الاولاني يعتبر البيز كيس، الحاله الاصليه اللي هي بروموشن بيريود مفيش، حصل زياده في طلب لا، حصل فورورد للباي لا، البروموشن برايس هو نفس السعر الاصلي، السعر الاصلي هو كان السعر العادي 40، بروموشن 40 يعني ما حصل، ما عملناش بروموشن، ما عملناش تخفيض في السعر. البروفيت اهو، يعني كل الارقام يا جماعه اللي موجوده في الجدول ده هي الحالات اللي احنا عملناها قبل كده اوكي. وهنا بيوضح حاله كمان اهو كاربعينات، وبعد كده وصلت عمل بروموشن في يناير مع نسبه الزياده في 10%، وهنا زي ما هي 20%، يعني دي ثابته، الاثنين دول ثابتين مع اختلاف الشهر. هنا الكونسامشن زاد 100% ودي 20% اوكي. هنا السعر عموما ثبتناه بدل ما هو 40 لا خليناه 31 طول الوقت. بص البروفيت شكله ايه، بص الريفينيو شكله ايه، تعال نعمل الكلام ده نشوف ايه تاثيره لما نخليها 31 وبعد كده بدون بروموشن، يعني ثابت، يعني مش شورت بيريود سيل، لا ده جه لي الرقم ده، شايف الرقم ده، وتعالى نقول ان احنا نغيره نشوف ايه تاثيره. احنا خليه كام؟ خليه 31، بص كده بقت كل واحد 30، وهنا اكمننا عاملين بروموشن، لا نخليها زيرو عشان يبقى ايه، يبقى كل زي بعض اهو، كل 31. بص تاثيرها، تعال نقول طب احسن تكلفه هنا ايه واحسن خطه ايه، هنقول له في الوضع ده اهو ماشي اهو الرقم ده. طب ده معناه ايه؟ معناه وهنا خلى الكونسومشن 100%، طب تعال نرجعه 1 من 10 او 10% اهو اوكي. تعال نخلي دي كده كمان، يعني عايزك تجرب كل سيناريو مع الايه، مع الجدول اللي موجود عندك اوكي. في هنا اختلافات، في اي حاجه ثانيه؟ يعني طبعا دي مش مؤثره قوي، لان طالما حطيت زيرو دي ما اثر هي شهر واحد ولا شهر، لان كله اهو كله سعر واحد اهو 31. يا ترى الحاله دي موجوده عندنا؟ شوف كده البروفيت اهو 73 و340 في حاله ان احنا ما عملناش بروموشن وعملنا السعر نزلناه بصفه دائمه 31 في كل الفترات اهو، دي الحاله اللي انا اقصدها. هنا انكريز لا، طالما ما فيش بروموشن يبقى ما فيش انكريز، حتى لو انا كاتب 10% طالما حاطط في الخانه دي زيرو، لان طالما حاطط في الخانه دي زيرو ايا كانت النسب اللي انا حاططها هنا دي غير مؤثره على الاطلاق، عشان بقول لحضرتك ما فيش بروموشن، ما فيش بروموشن يعني نو كونسامشن، انكريزنج كونسامشن، نو فورورد باي اوكي. طيب تعالى نشوف في الوضع ده ونعمل بروموشن كمان، يعني هي خفضنا السعر ل 31 ونعمل كمان لمده شهر كده وليكن شهر 4 بروموشن اهو، بروموشن بقيمه دولار اهو، القيمه اهي كل السنه دي احنا عملناها. وتقدر تالف وانت بتشغل على الاكسل شيت، تقدر تقعد تالف ايه مجموعه من السيناريوهات الاخرى، يعني بص مثلا دي عشان تصل للنتائج بالظبط، تصل للنتيجه دي بالظبط. بص عمل ايه بعد ما خفض السعر الريجولار برايس خلاه 31، عمل بروموشن شهر يناير وخلي الكونسامشن 100% ودي 20%، تعال نقلدها بالظبط بحيث نشوف الارقام دي تطلع ولا لا. بروفيت هنا 84 100% يعني واحد اوكي، بروموشن في شهر 4 اوكي، والبرايس هنا 31. وتعالى نقف هنا كده ونقول له اعمل لنا احسن خطه، بروموشن في شهر 1 شهر 4، بروموشن شهر يناير
دي شهر 4، يعني دي نتيجة بتاع شهر 4، هتسعة وستين مية وعشرين، تسعة وستين مية وعشرين شهر 4، لكن عايزين في شهر 1 بكتب 1 وتديني النتيجة اللي فوقيها، يعني الخطة دي بتاعت النتيجة اللي ايه؟ بتاعت النتيجة دي يناير، شهر يناير 100%. اوكي؟ عايز تغير النسب دي زي ما انت عايز غير، يعني مثلا لو غيرت دي مثلا نخليها 40 زي ما هي، اوكي؟ وهنعمل بروموشن في شهر 1 والنسبة دي ترجع تاني 10%، أو تزيد، يعني نخليها 20%، دي كمان 20%، ودي فورورد خليها 30%، يعني 3 من 10، ومش كده وبس، يعني انت مش لازم تعمل سولفر تاني في كل مرة تغير حاجة، تعمل سولفر ديتا سولفر يلا سولفر، ادي النتيجة، وانت تقيم بقى شوف ايه الوضع، ايه اني سيناريو افضل لك، التكلفة الإجمالية كذا، التوتال ريفينيو كذا، البروفيت طبعا واضح انه قليل جدا، الكونسومشن 40، عملنا بروموشن هنا، الفورورد بقى 30%، كل وده طبعا ما بيأثرش كتير، 30% من التاني والتالت، ويجي على ايه؟ ويضاف للاولاني، 20% من الاولاني وينضاف على الاولاني وهكذا. فدي سيناريوهات كتيره مختلفه ممكن تعملها باستخدام ملف الايه؟ ملف الاكسل. وبرضه في نفس الوقت برضه بنصح حضرتك للمره الثانيه، الملف اللي موجود على الموقع من فضلك اعمل منه كوبي وحطه على جنب، ما تستخدموش، استخدم النسخه منه، ولو حبيت تسيف، حصل مشكله في الفايل، مسحت معادله، مسحت حاجه مهمه جدا في الاكسل شيت اللي بيها ممكن الاكسل شيت ما يشتغلش صح، اوكي؟ فنبقى حذرين من النقطه دي، اوكي؟ كل اللي احنا بنغيره هو ان احنا بنقف في الخانه دي او في الخانات الزرقاء دي، نقدر نغير فيها زي ما احنا عايزين، بس احنا قلنا عايزين نجرب هنا حاجه تانية مهمه، يا ترى انا لو حطيت رقم تاني الاكسل هيفهم ولا هيعترض عليا؟ تعال نقول له، تعال نقول له هنا البروموشن مثلا 1 وفي شهر كام، انا مش واخد بالي ان انا لازم احط 1 او 4، فتعال نقول له 2 ونشوف ايه النتيجه، اشتغل، فواضح ان ايه 1 دي يعني من 1 ل 4، من 1 ل 4، بص هنا لما 2. طيب تعال نقول له طب الحل ايه في الحاله دي، طبعا الحل عشان يجيب لنا يغير لنا القيم دي سولفر، يلا حلو ادي النتيجه. طيب نجرب تاني 3، واضح انه يشتغل بقى، بس هل يشتغل من 1 ل 4 فقط؟ 3، هبص كده البروموشن في شهر 3. طيب هل ممكن نقول له في شهر 6؟ مثالي صعب او غلط، لان هو المفروض الفورورد باي الشهرين اللي بعد كده بيعمله، تعال نجرب، تعال نجرب نقول له 5، شهر 5 اشتغلت، اشتغلت، فواضح ان الشهور كلها تشتغل، وتعال نقول له الحاله دي نعمل ايه، بس طبعا مش هيبقى ليها معنى، لان دايما التركيز بتاعنا في الحل بتاعنا هنا على شهرين فقط، اللي هو الشهر اللي هو اللو ديماند والشهر البيك ديماند الهاي ديماند، اللي هو كان في المساله الاصليه، المساله الاصليه لو عايزين نرجع الكلام ده للمساله الاصليه، هنخلي دي زيرو وهنخلي دي اي رقم مش هتاثر في حاجه، ونخلي دي 20% ونخلي دي 10%، ده اصل المساله، وطبعا زي ما قلنا الارقام دي مش هتاثر طالما مفيش بروموشن. وتعالى نقول له حل، وهو ده اللي هيكون الحل بتاع الايه؟ بتاع بيز كيس، المساله الاصليه، اهو ده رجعنا للاصل بتاعنا. اوكي هو ده الاصل بتاعنا. ماشي؟ فبيحصل تغيير في كل الفاريبلز دي، كل الديسيشن فاريبلز. يعني الارقام، عدد العمال بيتغير، المخزون بيتغير، اوفر تايم اللي بنستخدمه بيتغير، هنا مش محتاجين اوفر تايم. في الحل ده. وهكذا. موضوع بسيط النهارده. كونكلوجن اون بروموشن. استنتاجنا بقى من الجدول اللي فات، يعني دي قراءه وتحليل للنتائج بتاع الجدول اللي فات، اللي هو تيبل 9 3، اللي هو الجدول ده، شايفين تيبل 9 3، هنحلله في كام جمله كده، فعشان نحلله ونفهم الجمل لابد ان الاثنين يكون قدامنا، يعني لازم يكون مثلا الجدول انا طابعه قدامي وبقرا الجمله عشان افهم كويس، خلاف ذلك انا نفسي مش هفهم من نتائج تيبل 9. ممكن نستنتج الاستنتاجات التاليه المتعلقه بتاثير البروموشن. ايه هي؟ اول حاجه الافريج انفنتوري بيزيد امتى؟ if a promotion is run
during the peak period and decrease لو البروموشن ران during the off peak period. يعني بيقول لك انت ايه لو عملت بروموشن اثناء فترات الطلب الزياده هتلاقي المخزون زاد. تعال نشوف كده الكلام ده في الجدول. بروموشن فين بروموشن؟ لما تلاقي كلمه شهر كده يبقى ده بروموشن. في البيك بيريود فين البيك بيريود؟ شهر يناير ولا ابريل؟ يبقى ابريل. طيب بروموشن في ابريل المخزون شكله ايه هنا؟ 932. طب شايف في يناير 515. يعني دي الفتره كانت الطلب قليل، ما دي فتره الطلب القليل، دي فتره الطلب الكبير اهو بقت زادت. طب نفس الكلام ما هنا نشوفه، دي يناير ودي ابريل وبرده في بروموشن، وهنا نسبه ثابته، يعني يبقى المقارنه عادله. يبقى احنا المقارنه هنا الشهر، شهر يناير المخزون بتاعه اقل من شهر ابريل. في مره هيتكلم عن المخزون، في مره هيتكلم عن البروفيت، هيتكلم في كذا نقطه، بس اهم حاجه عندنا هو نعمل بروموشن امتى، في اي فتره، في البيك بيريود ولا في اللو بيريود. دي اول ملحوظه من النتائج. برضو نحصل على الملحوظات الثانيه رقم 2 في الارقام دي، يعني الجمله دي هتلاقيها بتكررها ايه في كل مره. بروموشن ديورنج بيك ديماند مانث مي ديكريز اوفرول بروفيتابيلتي. بيتكلم بقى من ناحيه البروفيتابيلتي، لما تعمل بروموشن خلال فتره الطلب العالي، الشهر اللي فيه طلب عالي، ده هيؤثر على ان الاوفرول بروفيتابيلتي تقل. امتى؟ if there is a small increase in consumption، لو كان معدل الاستهلاك اللي احنا حطيناه مره ب 10% والمره الثانيه حطيناه 100%، لو في زياده قليله small increase in consumption، فده معناه الاوفرول بروفيتابيلتي تقل. As a significant fraction of a demand increase results from a forward buy، مقارنة بالنسبة لإيه؟ لنسبة الطلب اللي هتزيد نتيجة الفورورد باي. As consumption، لما الكونسمشن بيزيد، واحنا زودنا الكونسمشن في إيه؟ مرة 10% ومرة عملناه في 100%. الكونسمشن ده اللي هو إيه؟ موجود في الجدول فين؟ شايفين العمود ده؟ في مرة ما كانش فيه ما احنا بالنسبة للبروموشن، وتاني ما فيش زيادة في الكونسمشن. مرة عملناه 10 ومرة 100. ما قلنا مرة نخليه قليل ومرة نخليه كتير ونشوف ايه تأثيره. اوكي؟ فوجدنا ان هو لما بيزيد اللي هي في الجملة رقم 3 as consumption increase from discounting growth and forward buying becomes a smaller fraction، forward buying بيصبح نسبة قليلة بالنسبة لحجم الطلب. يعني احنا عندنا الطلب بيزيد بسببين، يا اما زياده طبيعيه في نتيجه البروموشن، طبعا زياده طبيعيه في الكونسمشن، يا اما تكون 10% او 100%، وكمان زياده جايه من فورورد باينج. ماشي، فورورد باينج اللي هي مفهوم معناها اتس مور بروفيتابل تو بروموت ديورنج ذا بيك بيريد، في حاله ايه؟ زياده الايه؟ الكونسمشن. وهنا مدي مثال، يعني كل حاجه انا شارحها هنا لو مش واضحه مدي هنا مثال، ده حصل نتيجه كذا 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 كذا، ممكن نقراها لوحدنا. هنا بيقول as the product margin declines، والبرودكت margin declines دي لما خفضنا السعر من 40 دولار خليناه كام؟ بص لما كانت 40 دولار for unit price 40 دولار it's optimal to promote in the peak month of April، والكلام ده لازم قلنا لازم يكون الجدول 9-3 اللي يكون قدامنا. في أبريل هتلاقي ايه؟ المثالي بتاعها ان احنا نعمل بروموشن في ابريل، ان لما فورورد باينج 20% والكونسمشن 100%، دي كانت احسن حاجه، احسن وضع يعني. لكن على العكس بقى، لما خلينا البرايس المارجن برودكت مارجن اللي هو البروفيت بتاع كل واحد فيهم، بدل ما هو كنا بنبيعه ب 40 بقيناه ب 31، خفضناه 9 دولار. اوكي؟ فلما كان اليونت برايس 31 كان احسن حل ان احنا نعمل بروموت في الاوف بيك مانث، الفترات اللي الطلب بتاعها قليل اللي هو في يناير. ماشي، لنفس الفورورد باينج ونفس الانكريز في الكونسمشن، يعني نفس النسب اللي فوق دي اللي هو 100% و20%. هنا بالخلاصه عايز يقول هو امتى نعمل بروموشن، تايم تو بروموت، وايه تاثيرها على البروفيت، ايه تأثيرها على الانفنتوري، ايه تأثيرها على المارجن بتاع المنتج، وهكذا. اوكي،
when a firm is faced with seasonal demand, it should use a combination of pricing. مهم جدا نستخدم حاجتين، البرايسنج عشان نعمل مانج للديماند، والبرودكشن والانفنتوري عشان نعمل مانج للسبلاي، كل ده عشان نحسن البروفيتابيلتي. طيب البريسايز يوز لكل واحد فيهم بيتغير على حسب الحاله، يعني ما نقدرش نقول قاعده في نستخدم البرايس قد ايه نخليه كام، او نخلي البرودكشن والانفنتوري قد ايه نخليه كام عشان نحسن البروفيتابيلتي، على حسب الكيس، يعني نقعد نجرب كده لغايه ما نوصل لاحسن وضع. ده معناه ايه؟ ده بيخلي الشركه تتحط في، او مهم جدا للشركه انها تتعاون وتعمل كوردينيشن بينها وبين بعضها، يعني بحيث ان اللي عنده اللي عمل فوركاست بيحاول يعمل بلاننج بعد كده للسبلاي والاوبريشن، لازم يحصل كوردينيشن بينهم. only then are profits maximized، في الحاله دي فقط ممكن تزيد الارباح، لكن زي ما قلنا كل واحد ماشي لوحده من دماغه بيحاول يعظم ارباحه هو، فاللاي تشين يخسر، يحقق خسائر كبيره. سؤال، وهو ده المفترض ان احنا جاوبنا عليه، why would a firm want to offer pricing promotions during its low demand periods؟ ليه الشركه تحب انها تعمل برايس بروموش تفضل في حاله الطلب القليل، وليه الشركه العكس بقى انها تفضل تعمل اوفر برايسنج بروموشنز خلال البيك ديماند بيريودز؟ الاثنين دول بحثناهم بكل الارقام وشكل المخزون وشكل الارباح والكلام ده كله، الاجابه بتاعتهم في تحليلات السابقه. ليه الشركه عايزه تعمل اوفر برايسنج بروموشن ليه خلال اللو ديماند بيريود؟ يعني هنا مدي مثال 3 نايتس في عوامه، تقضوا 3 ايام في البحر، ودي الاسعار بتاعتهم في الفتره دي نوفمبر وديسمبر، دي الاسعار بتاعتهم. واضح ان ده لو سيزون، ده اللو سيزون، ده سيزون هاي سيزون. وهنا طبعا ثلاث مستويات مختلفه للايه، للطلب بتاعك. اذا كانك بتحجز في الفندق مثلا، وادي الفتره وادي الايه، وادي المكان اللي ممكن تحجزه، لو تحجز سويت بكذا، انتيريور بكذا، اوشن فيو كذا، كل حاجه ليها ايه، ليها سعرها. اوكي، واضح ان ده سيزون، هتغادر من ميامي فلوريدا وتنتقل من مكان لمكان خلال اللو ديماند بيريد، عملت بروموشن. ده الهاي ديماند بيريد، ليه عملت بروموشن هنا؟ فبيقول لك ممكن يكون حاجه من اتنين السبب، يعني واي، ادي الاجابه، ممكن تكون نيو كاستمرز، نتعامل مع زباين جداد وبالتالي نعمل ماركت جروس، نمول للماركت، او فورورد باينج، الناس اللي كانت بتطلع في الاوقات الغاليه دي تقول لا انا اجي في الفتره دي، فانت تحاول تقلل التكدس في المنطقه دي. فالاكزيستنج كاستمرز موف اوف بارشيزز، اللي المفترض العملاء اللي موجودين حاليا هتلاقيه بدل ما يشتري في الفتره دي يروح للفتره الرخيصه. ودي بنلاحظها كتير في حجز الفنادق في مكه بالتحديد او المدينه، تلاقي الفترات مختلفة، الأيام مختلفة اللي بيها، لو مفيش زحمة وفي طلب قليل على العمرات وكده تلاقي الأسعار مهاودة. خلاف ذلك مثلا في الحج تلاقي ده السيزون بتاع الفنادق، هتجد إن إيه، الأسعار عالية جدا. لكن طبعا مفيش حد هيعمل حجة في شهر تاني غير ذو الحجة، لكن لو اتكلمنا عن العمرة ممكن، أو أي منتج آخر أو خدمة أخرى. البديل بقى التاني اللي هو بيقول لك ليه الشركه بتفضل او عايزه تعمل اوفر برايسنج بروموشن في البيك ديماند بيريود، فدي بعض الاسباب. انه بيقول لك البرايس سنسيتيفيتي هاير ديورنج از هاير، يعني حساسيتك للسعر ديورنج بيريودز اوف بيك ديماند بيبقى عالي جدا. يعني انت ممكن تقول ايه، في شهر في البيك ديماند، فتره الذروه او تخفيض اي سعر، ده مؤثر جدا. يعني مثلا لو انت مثلا في البيك بيريود او البيك ديماند الليله مثلا ب 300 ريال في الشهر، فهنا بيحصل اي تغير في السعر ليه تاثير كبير جدا على الطلب. يعني مثلا لو خليناها بدل 300 250، لو خليناها اكتر او اقل، واخد بالك؟ الهدف كله ان احنا نحاول نبعد بقدر الامكان، وفي ناس كتير بتعمل كده، انها تحاول تبعد
الطلب الطلب في الفتره الكتيره ان هو ايه، وطبعا الحاله اللي انا بقولها دي لا تصلح لكل الحالات، لا تصلح لكل المناسبات، ان في بعض المناسبات لابد ان انت تروح في الفتره دي حتى لو هي زحمه، كده كده لازم هتروح. انا بتكلم على ان انت يكون عندك اوبشن ان انت تغير الطلب بتاعك او تغير الميعاد بتاعه. براندز، في بعض البراندز that are losing market share reduce prices، يعني في بعض الماركات العالميه لما بيخش قدامها عميل منافس اللي هو بيحاول يسرق نصيبك في السوق، انت بتقدر ايه، البراندز دي بتعمل تخفيض في السعر بحيث انها ايه تحافظ على نصيبها. لو ما عملتش تخفيض في السعر في الفتره دي حتى لو في طلب، الطلب عالي واخد بالك في السوق، فهتخسر الزباين بتوعك يروحوا لايه، للسبستيوت او الكومبيتيتور. تنفيذ او تطبيق السيلز والاوبريشنز بلان، وده الكونكلوجن اللي احنا هنقوله دلوقتي، اخر حاجه هنقولها. هو اول حاجه لازم يعمل لازم نعمل كوردينيشن للبلاننج اكروس الانتربرايزز في السبلاي تشين. لازم ان احنا ناخد البريدكتابل فاريابيلتي في حساباتنا واحنا بنعمل استراتيجيك ديسيشنز، ان في تغير في الايه، في الطلب، واحنا بناخد القرارات بتاعتنا ان في تغير في الطلب، الطلب مش ثابت. لازم نتاكد السينيور ليدرشيب اونز ذي، ان هم عندهم اللي هم القيادات بتاعه الشركه عندهم عمليه السيلز والاوبريشن بلاننج موجوده عندهم، لانها مفيده جدا، هي اللي بتحاول تعمل تنسيق ما بين او كوردينيشن ما بين الشركات وبعضها او داخل نفس الشركه. ونضمن ان كمان ان السيلز اند اوبريشنز بلاننج بروسيس موديفايز بلانز از ذا رياليتي اوف اور فوركاست تشينجز. هنجد ان العمليه دي لو حصل اي تغير في الفوركاست ده بيأثر على ايه؟ بيأثر على الخطط اللي موجوده عندنا. اوكي؟ لان في ربط دلوقتي ما بين السيلز والايه؟ والاوبريشنز او السيلز والمانيفاكتشرنج. فلو في اي استفسار تحت امر حضراتكم.